اسمعني اسمعني بنادم ما كتشوفش مالك راني متقل زعما الله يفكك على خير الله يخرج هاد النار على خير اش من طبقه متقل دير دوزيام دير عندك تخت خرجك على لومبريا سكت لك السياره تقدر تسكت عاد من جاي سوقك حيت انا في الدوزيام بنادم كاينين ها هاك حل يلا حيد خليني نشوف شكون حيد وي انت اللي دقيتي منصف حمزه لا لا مشي عليك التران قبل ما تدخل خصك تعرف واحد الامور انا راه اصلا كنت ضد الفكره ديال كريم عايش واحد ولكن ملي دوى معايا خالك وقال لي راه ايتوديون وداكشي صافي قلت ماشي مشكل الله يحفظك اخويا منصف الله يكبر بك وتا الفلوس انا راه ما واقفش عليها راه المهم هو التربيه الاخلاق احنا راه في موبل ومعنا الجيران بلا ما نشرح لك المهم هو الاحترام الفلوس راه وسخ الدنيا هي غتنقص لي من ديك 1000 درهم ان شاء الله لا 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 اي نقص لي مرحبا بك سي حمزة الله يودي دار دارك عفاك البيت ديالي فين كاين لا شوف انا في الصالون مرحبا بك سي حمزه تفضل تفضل دار دارك لا 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 خليك خليك صبر زدت راسك سير دخل ولكن اذا طلب اليك ان تقرا على ان تحاكي في قراءتك دير شنو بغيتي خويا نعطينا 1000 درهم ديالي مشي بحالي صافي صافي دير حاجب دير حاجب شنو دير حاجب دير حاجب هاك دير حاجب خويا مصطفى فين كاين الدوش كيسد مع 8 هادي 7 كيسد مع 7 واش كتسطع عليا خويا بونصيف ولا شنو يدخل بكري ما يجي عندك حد سد البوطات فيضو ما تشخرش وفوق هادشي كامل كاري ليا سداري ب 1000 درهم ودابا فين هو الدوش هايلا صافي صافي كيسد مع 7 هي كيسد مع 7 لم يتمتع ياسين في حياته بنعمة الصداقة العميقة سي منصف فين كاين الطواليت عافاك صافي صافي انا صبرت الغدا اسمح لي اسمح لي السلام عليكم عليكم السلام مالك والو والو غتسد عليك الباب ما تحل حتى واحد سمعتي قفر عليهم غنشدو وغنقسمو قلت
قلت لي ما تحلش. انا اللي قلت لك سدو هنا، وانا اللي كنقول لك حل، انا اللي كنحكم هنا. دابا واش نحل ولا نسد؟ تحل. شو سبحان الله على مكتب كنت جالس كنطالع في الشعراء والادباء، توليت كنطالع في الضوء الاحمر. واش اخويا منصف انا شكيت عليك؟ قلت لك حامي عليا، وعلى زعما هي دي اول مره غيصرفقني؟ راه صرفقني البارح وصرفقني اليوم وغيصرفقني غدا ويا غدا. صرفقك البارح؟ يا ري قفره، غتسد الباب ما غتحل على حتى واحد، خا نكون انا، راه انا اللي كنحكم داه. واخ واخ واخ، واش ضربك بيديه؟ حتى لا ما يقدرش حمزه. دخل فيك بدماغ؟ باقي ما تزادش، هذا اللي دخل فيا بدماغ. الا قالك تزاد اخويا منصيف وكبر وسماه وحموده، صرفقني نزلتي انت زعما باغي تدافع عليا، صدق داق بك الباب. واش ضربك؟ كون ضربني بيديه، ضربني بيديه هادي. يدك؟ شد معاك وبقى كيدير ليا. قولي انت ماشي غضربك، حقرك شنو ترى؟ حقرني بنادم ضعيف اخويا حمزه، والمهم المصاب الحمد لله. حموده ويا مسرفقني حموده، الله بابا حموده. منصيف راه خصنا نلقاو شي حل لهاد الشيء، ويومين وحنا محبوسين هنا، ما كنخرجوا ما كنضرجوا، وتا من الخبز ساله. حتى المقارونيه اللي كتعجبني سالات. سالات؟ واشنو؟ حموده. سي حموده. سي حموده، مقارونيه بالخف ونطلع. انا راه كاع ما كناكل المقارونيه. شافك حموده؟ الا شافني قالك ها؟ اي راه رديت الماء، سرعه سرعه بمطيشه مزيانه. ما بقاش تنزل جيبه. ديرها بماء وملح احسن. اها يلا بالي. سير سير راه خاوي. تفضل في التيران؟ حتى لا طفينا في الدار. الا طول طول شوف واش في الدرب كامل ولا عندنا بوحدنا؟ الدرب كامل ياك؟ الدرب كامل شاعل فيه الضو. اواه قطعوا علينا بوحدنا. بلاتي بلاتي. والله على 3%. مالك؟ بالي بالي. لا كلاص. هذا راه دابر خصو كيسان. واخ. خوي خوي. في غادي؟ قهوة. راه غنطيب العشاء وخا الظلمة. غنمشي شارجي التليفون. ودي معاك تليفوني شارجي. ما نديش بريس نصاوبك شي بانيني لا. ياك. حيد حيد. واخا. حمزة حمزة. سد سد. صافي يا سير سير يا تا يا الضو. لازم علينا نصبرو ونصبرو ونصبرو. حمزة بارك من اللعب وضوي. أنا غني معايا. تا واحد مال خاطرو مال خاطرو مال خاطرو. أي بقيتي على خاطرك دابا؟ مالي أنا اللي طفيتو. كاين الشمع؟ كاين، ولكن ديال عيد ميلاد يضوي. الا لقيناه. كيفاش الا لقيناه؟ حيت كاين في كوزينه. ايوا ايوا، ما عرفتش منين ندوز ليها. يدك لي من على الحيط خمسه الخطوات ودور على اليسار. يلا واخ سربي. اش داكشي؟ واش قلت لي ثلاثه الخطوات ولا اربعه؟ خمسه الخطيه خمسه. خويا جي لقاني راه تلفت. واقيلا كتحفظ على الشمع باش ملي تكبر تقول لولادك انا قريت على الشمع وطفرته. ديك الهضره ديال الوالدين ديال والو، وانت راه غير ما مخلصش الضو. ما مزيانش الهضره بالليله حمزه. وصافي صاحبي ما ضحك ما والو. صافي يلا ريح طاري والو. سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. قع
كان احتكى الله في كل مكان، كان لحبق السوسان في حجر نبيل عدنان. موسيف كانوا يعاونوها من ثاني احتقر مغيم شمشون اخافوا. وموسيف انا وزين ما تفرقوش. حمزة باقي ما دوشتيش. لا لا انا نوض دابا، كنت نسانك غتوصل باش نحليك. زعما ملي دقيت حليتي؟ وتت ما كدق ما كتحل. بصربي صاحبي راه الناس بداو كيجيو صاحبي، انا طالع في الدروج وكيقولوا لي عافاك دارنا جايه. دابا هي واش دايره عيد ميلاد الانوار؟ تزاد عندهم ولد انت ما جايب الدنيا اخبار. واخويا ما فراسي والو زيدون، ما حتى واحد ما عرض علينا. نجي راه بحال خالتنا، حنا ولاد الدار تسنى تعرض عليك. نضلوا نتسلفوا من عند الماي عند البانيو كراطه. لا غتكون برزطه مع الناس ياك. ايه ولا ما عندهاش صول. انا خفت غنتلاقاو مع داك المزكرم ديال راجلها. داك القوشي في ضربك بيها؟ لا 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 انا عيط لي بها واحد النهار. هي ضربك بيها؟ دابا واش حنا غنطلعوا ولا نبقاو جالسين هنا؟ راه قجني هاد الجبادور. علاه انا كرهت؟ اخويا انت اللي بقيتي عليا، ناجيه بحال خالتي. وراجلها ماشي بحال راجل خالتي. وييه يا ربي السلام على متكبر، تقول هو اللي لحن ياك جرحي. قالوا لي كتشبه الخياري تهاق. حتى بزاف على الخياري فين يوصل لي. الله يلا طويل وما لايقش. لقيتها. شنو؟ غتهز كاع الطباس اللي مسلفه انا خالتي ناجيه وغديهم لها. غتوصل غدق كلموا لي خالتي ناجيه انت دخلتي. ولا حل لي راجلها. غيحل لك راجلها غتحميها للغوت. خالتي ناجيه خالتي ناجيه طباسلك طباسلك وغتدخل. نخليك شي طبسيل تدخل به؟ لا ديهم كلهم غتوصل صيفط لي اوديو غنطلع غندخل. ولا حبسك راجل ناجيه. كون معايا انت على القرصه حمزه. لا صافي كون هاني غادي نطلع غندق كلموا لي حمزه انت غير يجي وعندك تكلم المنصف خالتي ناجيه منصف في الباب وحنا دخلنا بجوج. كون هادي كون هادي غتدخل غتدخل. Do you believe me or not? Of course I believe you my brother. I promise you. Sure. Sure. Let's go. Okay. حمزة خويا نسيتيني واش نطلع؟ جاوب صاحبي. وحمزة حمزة مفعيل موالو غتهبط بلا ما تهضرني. عرفتي اخويا منصيف راه حضرت في المناسبه تاعيت، ولكن بحال هاد الاسبوع وعمرني شفت ولا غنشوف بحالو. غاو اخويا منصيف ما درتي فيها ما يصلح، كنتي طلع حشومه. نجيه مقلقه عليك، قلت لي علاش ما طلعش منصيف راه دار معايا الفالطه. قلت لها خالتي راه معاه كانوا البنات وحشومي داكشي علاش. كانت واحد البنت سميتها صفاء. ما عرفتهاش، ولكن كانت واحد البنت هي اللي دارت البوز في السبوع. هي ما شاء الله عليها اخويا منصيف. وداك راجل ناجيه واحد طيبوبه واحد الاخلاق والصواب ومبشور وعايضحك ما شاء الله. قطع لك شويه اللحم حطو قدام كليتي كتقول عليه الطيبوبه. والمهم كبر بيا. عمرني ما نصحاب قليل الخير يا حمزه. مالك حتى شويه الحلوه هو الاخر ما منزلو معاك. ولا صاحبي راه صوبت لك واحد الخبيزه فيها الدجاج واللحم بالبرقوق وتبصيل اخر فيه الحلوه، وانا نقول للراجل اللي جايه بسلامه خالي قال لي اجاش داكشي في يدك. لا حق منصيف، قال لي حط داكشي وخليك عزيزه حمزه. اش بغيتي ندير ليه؟ اصدقت انا منعت ليه بالقوشيه ولا
صيفطي لي اوديو. حمزة خويا نسيتيني واش نطلع؟ وانا اي بليف يو. حمزة بارطاجي بارطاجي معايا كونيكسيون. علاش؟ غنصيفط اوديو للوالدة سربي. اش باغي تقول لها؟ انا انت باغي تقول لها شي حاجة؟ لا سولتك اش باغي تقول لها. كيفاش باغي تقول لها؟ ونقول لها اللي بغيت، راه مي هادي انت غدا تقول لي اش نقول شنو ما نقولش لمي. زعما الا كنتي باغي تصيفط شي اوديو طويله كهضر مع احسن. انا خويا باغي نصيفط لها اوديو، باغي نصيفط لها فيديو، باغي ندير معاها لايف. شغلك؟ لا خويا زعما انا قلت اما تقول لي لا زعما لا والو. من عند قلنا لي بارطاجي معنا كونيكسيون ولا باغي بارطاجي معنا الرضا؟ صافي اخويا اسمح لي. ها انت ويفي حمزه الكود من 1 ل 9. الا بنادم مريض من 1 ل 9 ياك اه وبدلو راه ما كود ما والو. شنو ندير؟ دخل سوق راسك ماجيسكول تيري بالسيس 5. علاش زعما 5؟ حيت هاي الا ما دخلتيش سوق راسك المره الجايه. حيد صاحبي يدك حيد قصك تنقيسك عاد تهضر. حيد منصف يدك. واش قصك؟ منصف حد يدك ما تفخسنيش. فلوقات كي ديري؟ واش ما كتمركش؟ مالك؟ يا قلتي غتصيفط اوديو واش كدير في يوتيوب؟ وراه بما تيليشارجي لي واحد فيلم قد ندخل نشوف الفلوقات. فيلم؟ هايد هايد كلشي هدو سوى العيالات وقربي تيليشارجا صاحبي. مالك باز اخويا باز؟ دابا انت لقيتي كونيكسيون مزيانه قلتي اش ندير نتيليشارجي فيلم وهندي من الفوق. ها هو التيليشارجا صاحبي تما كبدا تجمل علينا بحال عطينا الاكسجين. راه كونيكسيون والله ما عندك علاش تحشم من ليها كونيكسيون. شارجي وبارطاجي وروشارجي الكاد جي تسنى السناجي وراه ما تيليشارجي. وليتي كتلوح ليا القافيه. اه برافو حمزه ها واحد الزيرو عندك ولكن راه عمي مدلع من اساه. ها واحد لواحد راه جيتيني فراندي سلاصه مرات تشربها في الطاس. ها جوج لواحد تقعد تشوفها في الفار راه عندنا صافي. قال لك كمل ما فيها والو. حمزه واحد لابيل نحلوا هاد المشكل نيت. سعيد خويا معاك منصف 21 درهم كونيكسيون تنهود عندك. بنادم راه جيعان معنا في الدار. قلنا لي نصيفط اوديو للوالده بحال قلنا لي صيفط لنا العمره. وي يا خويا صحابوها دايمه اليوم عندي غدا عندك. راه برزقنا الحمد لله انت راك عارف. صيفط صيفط ديك 20 درهم صيفط ان شاء الله. شتي زعما الا كان بنادم والله ما عنده الوجع علاش يحشم اخويا منصف. اخويا حمزه راه ماشي ما عندوش الوجع، ما عندوش الوجع والمبادئ والانسانيه وحتى الكونيكسيون ما عندوش. الله يسمح ليهم امين. نوصيك اخويا حمزه لا باغي دير الخير شي نهار ديرو في راسك. بنادم راه ما يستاهلش صراحه. امين بالله من اسه. اه ثلاثه لواحد حمزه وبدل القوله صاحبي واش نبقاو نماركيو. سعيد سربي يا صاحبي ويكون سد ثاني. خويا حمزه بالنسبه للتاخر الطارئ والضعف اللوجيستيكي اللي ما بينه وبين سعيد واش ما كتظنش انه فيما يخص الله يرحم الوالدين بارطاجي معايا كونيكس. دخل لوفي حمزه دخل. الله يحفظك. رحت للسعوديهك؟ لا بدلته. اه مزيان. شنو هو بنادم جيعان تيري بالسيس يسحبوها دائما. ميساج ديال سعيد ترى ما كان وقفوش على بنادم اللي عطينا شي حاجه وكيمن. اسمح لي يا خويا منصيف حتى الغدا نصيفط لك. مباراه توظيف اطارين ماليين هادي مزيانه. اخر اجل 10 فبراير اليوم شحال شهر 15 بالي غترجع تخدم في العراسات. بلاشي بلاشي مباريات توظيف في مختلف تخصصات 5 مناصب. اخر اجل شهر 5 ابريل. باينه كذبه ابريل. شتي مازال يناير اش وتنبير الدراري مطلوبين ولكن ابريل راه عمرني سمعت شي واحد خدم في هذا الشهر هذا. خويا انا اللي عليا غنديرو غنصوب سيفي وغنمشي ندفع لهم. وعندك تمشي تشري الزريعه. شحال علاقه الزريعه بالخدمه؟ تقدر فاش تسالي تلقى صوبو لك في السيفي اللي دفعتي. خويا غناخذ كاوكاو. ايوا صافي السيفي ديالك راه غياكل فيه شي واحد اخر. غيت اختي صيفط لي السي في ديالك عافاك. تيش من لقيت لك الخدمه لقيتها تراسي
انت الا لقيتيها ما تنسينيش. لا لا ماشي تما في لابوات الاخرى. يلا سلمي على ياسمين. بسلام. راه وصل تليشاري. ولكن هذه راه عندها الماستر صاحبي. واه انا نحيدو ندير اجازه. بلاتي حيد غيتا ودير مونصير. والاجازه عندك في زيد بيرمي بي صاحبي. ليش بيرمي بي؟ وشنو انا اللي غنشدو نحطو في الطوبيس؟ الاجازه فاش بي ماجيسكول بيرمي بي تبان صاحبي. انا سيدي اجازه هبط لي لي لونغ على الاجازه تنشدو نهضروا عليها. دونك عرب ماتيرنيل فرونسي ماتيرنيل. كيفاش فرونسي ماتيرنيل؟ وعلاش كتبتي عرب ماتيرنيل؟ حيت لغتك وضابطها وفرونسي حتى هي ماتيرنيل. اش كتقابح معايا في مي كومبيتونس ديالي ماتيرنيل؟ لا لا عرب سير سير ماتيرنيل بدوزيام ياك. الوزير اينو فيهم الهوايات مصيف الهوايات. الوزير المطالعة كل شيء كيكسبها في السيفي زيد حدا السفر عبر الزمان. لا راه كنطلع كل سبت البوسكورة. بوسكورة راه قريبة مصيف ما يكونش ترونسبور وقول لي قريبة كي دايرة. زيد ثالثة مطالعة كتبتيها ما بقاوش كتار ونديرو غير ربعة. لا لا صبر صبر ركوب الأمواج. الله اخويا موصفينا امواج. لا راه في داني البحر في الوالديه في لابتيت. زيد سيناها سوسيابل. سوسيابل مالك حتى نصف العماره مضارب معاه وكتقول لي سوسيابل. راه سوسيابل غندفع على الخدمه ماشي في العماره. سيفين غندفعوا الناجيه. نعيطوا لك البنت تشوفها. اين بنت؟ حيت حالتك ديجا يتخطب. الله يا خويا حمزه خدمنا حتى الخدمه بقاتنا على الخطبه. انا راه واحد البنت كنت كنعرفها وكنبغيها وكتبغيني ووصلنا للمعقول قالت لي لا دارنا ما يبغيوكش ليا حيت انت ما خدامش وداكشي. المهم خلاها على مصيف. فاش غتمشي تدفع لهم ما غتعاود لهمش قصه حياتك. يلا انا نعاود. بونجور. بونجور سافا سافا اي توا اي فو. سافا اي فو. الحمد لله. بوركو افي فو شوزي نوتر سوسيتي؟ الحمد لله ترونكيل. ماتيرنيل علاش اختاريتي الشركه ديالنا؟ لا دابا حيت فرونسي. بون او فيت كومون ديريج جونغ كاين واحد بيرمي باسم بنت لك خويا منصف باش ما نكذبش عليك. عاود ما تمشي تدفع ليهم وتمشي عند مول الزريعه تلقى السي في ديالك هاك ديه ليه نتايا وقول لي دير لك فيه الزريعه ياك. كاع ما سولتيني على المطالعه. المطالعه هي اللي غدير لي السي في فاش تسالي الزريعه. فكر مزيان شنو باغي في الدنيا حيت بعد ما طيغني هضره ما خدامش. انا بغي نخدم وندير وليدات اخويا حمزه. سير تنعيطو لك. شكرا. شكون؟ انا. شكون؟ وانا انا وانت مالي انا؟ انت شكون؟ وانت اللي شكون؟ انا غازي وانت اش بغيتي؟ بغيت حمزه. حمزه ما كيسكنش هنا وما تبقاش تجي عنده. وانت شكون؟ مول الدار حمزه راكاري. ياك يلا حسب الدروج. حسبتهم فاش كنت طالع 70. لا كثر عاود حسبهم مني تهبط. حمزه غازي قلت لي دوز وقت ما بغيتي. كي كنتي تعلمني ندير حسابك. كنت دايز من هنا قلت ندوز نشوفك. والمره الجايه دوز من له. يلا غازي تشرب شي حاجه. لا والو انا جيت غير نشوفك ونمشي. الا جيتي غير تشوفو راك شفتيه. نعم زعما واش بغيتي قهوه ولا اتاي ولا لا لا والو غير اللي كان. قول اصاحبي كلشي كاين. فاناشي تكلم بالحليب ولا بالليمون؟ بالتفاح. تفاح زايز طلعت عشا. دير لي بالحليب وزيدوا التمر عندي في ماريو. واخ مرحبا. سير راه هاد القنص عمرو فات خيزو محكوك بالليمون.
فين كتسكن؟ انا في الحي الجامعي. ساكن ولا سالت؟ لا ساكن. مزيان. مي تونسيه وبودكالي، تلاقى معاها في لاكار فاش كانت غادا لطنجة، هي هاديك وانا نتقيد في لافار. زيدو اللوزة حمزة. وشكون اللي سماك غازي؟ الشيفور ديال الكار اللي كانت غادا فيه مي لطنجة. وباك فاش خدام؟ هو الشيفور ديال الكار اللي كانت غادا فيه مي لطنجة. زوينة هاد القصة. ولكن بو ما كيدير فيها ما يصلح، عوض ما يشد لوطورو ديريكت من كازا لطنجة، ندينا اللي كيدوز من حداها كيدخل ليها. الناس كيبقاو يتقلقوا عليا انا، يكومونطيو ليا. وغازي نيت. انا ما عرفتي هادشي مازال ما عرفتيش والله. ترى باقي ما شفتي والو. ياك. وي شوف الوحيد اللي كيجاوب فلون فيه هو غازي. مزيان. وما كاينش صحيح على الاخطاء. واحد المره عند الاستاذ ديال لافورماتيك غازي كيهضر مع اللي حداه ويقول لي الاستاذ وغازي يقول لي اي معين وحتى لا ما عرفتش يعاود واحد النهار كنا عند من لافورماتيك ونهضر مع داك اللي حدايا ويقول لي البروف وغازي ولا يقول لي اي معين هذا الشيء اللي عاودتي ولا عاود حمزه فين هو الجديد ما تفرفطش راسك اخويا موسى روج ليا الوقت الحياه مراحل هذا جاهد لي ما يبان لا بقى صاحبي راه مش... لا كنضحك معكم انا باغينا هذا مرة رفقة سيئة خويا انا راه 240 درهم في الشهر بزاف عليا نخلص على ود الويفي حتى انا نبقى نبارطاجي معاك الكونيكسيون يوميا بزاف عليا راه خصنا نلقاو الحل نلقاو الحل وخاصك تلقى الحل الشريف انا راه والديا كيخلصوا عليا لابونمون وقول لهم ما يبقاوش يخلصوا عليك لابونمون ويصيفطوا لك الفلوس ونزيدوا عليهم باي ديالنا انا وياك وحنا خلصنا الويفي انت كيفاش نزيدوا عليهم راه هذيك عليهم هي انا هي الباي ديالي خاصك تزيد عليهم انت ما كنت تقولنا علينا عليهم بدا تقري فينا الناس ما عاد فين وصلوا انت باقي علينا وعلى عليهم الطيارات ولا كيطيروا في السماء بنادم في البحر وكيكلاكسوني بالباطو علينا ولا عليهم هذا شحال فيه الجوع دخل الويفي ياك دابا واش حنا مشكلتنا هو فين غنحطوا الويفي راه الا بغيتي تكونيكتا خاصك تخلص انا غير بليزير مني باغي نتشارك معك انا عندي لابونمون ديالي ما عندي ما ندير بهذا الصداع ورا فلوس لابونمون ونزيدوا عليه فلوس الخلاص ديالنا جايه وحنا خلصنا الويفي وانت ما غتخلص والو فراسك اخر واحد دار لي انت بحال هكا شوقع عليه اش وقع عليه ما وقع لي والو كنضحك معاك وانا ما كنضحكش معاك امونصيف بغيتي الويفي غتخلصو ورانا جايه محتاجه الكونيكسيون حيت ولدها كيبغي يقرا بها وراجلها كيبغي يتفرج في الشامبيونز ليغ غير يتقال لينا الكونيكس اش بغيت تقال الكونيكسيون بحال اللي غيوقف عليها برجليه وزيدو غندخلو كونيكسيون مزيانه وخيت كونيكتا الدرب كامل ما غتقالش يا حمزه امونصيف انا عارف التنوير ديالك شنو عرفتي والكود تعطيه لشي واحد غنطفي الويفي طفي الويفي اش غيوقع مالك لا ما ماليش ملي غطفي الويفي وغيهبط لك راجل ناجي ديك الساعه انا اللي غنقول لك مالك يلا قيد جيكم كاراج اه جي ماشي جي آه. جي كوم جلبه اه هو قول لي جي زيد حداها ال ان ال ماشي ان ال كوم الالمان اه سير كمل ماجيسكول اه هاي كتبتها حداها وحده بحالها ولكن صغيره اه عرفتها سير الله يرضي عليك كتب حداها ثلاثه هاي زيد اشتون زيد وزيد زيد كبيره صافي اي اي واش غنقسموا الفيراج هنا كتب اي صافي كتبتيها مع السلقه 15 درهم ديالي كونها حمزه اش 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 او الدربنا طلبني على الكود عطيتو ليه مع 6 15 درهم ديالي ولد الدربنا لا فرا سمعتك من الكوزينه قولوا لها الدربنا نبدلوا الكود راه قال لك فاش تاكل الدلاح ما خاصكش تلوح العظام علاش حيت ما مزيانش زيدان فاش كان في اليوفي كان بشعره تبارك الله اه سبحان الله
كريستيانو قال لك تبرع ب 200 مليون. على من؟ تبرع به هو. على من؟ وهو برع راسه، غيكون سافر بها ولا دار بها شي حاجه، المهم تبرع. حيت كيقولوا عليه مرضي. قال لك بودرباله ضرب كره من نص التيران وما حطوهاش في يوتيوب. علاش؟ حيت جبدها الجول. فراسك اخويا منصف عييتيني غنوض الناس. تانا غنوض الناس. تفتفي معاك الويفي. فكرتيني خصني نزيد دراري شويه الوقت غنوض نعلمهم دابا نيت باش اللي غيقول بون ويك ولا دابا اللي غيقول ادومان. اسمعوا مزيان وبقى لكم 5 دقائق. عبد الرحيم ما نعقلش عليك. مشي معاك؟ علاش؟ لا العرس فيها شكون وشكون وديك معايا انت؟ لا زعما انت شكون؟ والناس مكبرين بيا ما جاتش ندي معايا منوالة. وراه الكوستيم اللي لابس اخويا منصف راه ديال منوالة. وانت قلتيها الكوستيم ديال منوالة ونزيد ندي معايا منوالة؟ طاكسي وما يبغيش يدينا. قيا يلا ديرها معاك سير. دابا كمل ليا، واش خطبها قدام الناس؟ ترى نزل على ركابي ونزل لواحد المستوى دنيء. اوه وصحابي عبراتو العشرة الصباح كلشي كاين هو على ركابي وين بغاش يعطي يديها. تبقاو على الطلبه انصاف 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 عاد يسمد لي وبشويه على باينه ما بغاتش تقمعو ودايره يديها على فمها وهي ميته بالضحك. شويه خرجت شويه دوم معتمسيح زعما راه تاثرت. لا صاحبي تقدر تكون مكتب الصح. والواعره من يركب لها الخاتم جا قده دوخ ليا البط وما راه مشاو القيصاريه قيسوا وجاو لامبيونس زعما وهي تفاجئ. ولكن اللي ما تفهمش ليا هو اشرف ركب ليها الخاتم والسلسله اللي دايره فيها زاد باينه كتبغي شي واحد سميتو زكريا. لا صاحبي ما تظلمهاش تقدر تكون مو سميتها زكيه باه سميتو زياد. زياد كاين شي واحد في عمره 65 عام وسميتو زياد لو زامبيا. بصح واخويا الا كانت ديك زاد كتعني زكريا راه ما بلان ما والو. صاحبي وبنادم قانون دولي وينزل على ركابي اتوسل اليك. ما كدارش ما كدارش كاع. بصح ما كدارش ولكن تكون كتوجد العرسهم وتهضر فيهم هذه راه اول مره غدير اخويا موسى. لا اول ها انت عندك تنعس وتسد عليا الباب. الا كون انا عندي السوارت غير ردو. لا صافي اجي شنو غتغني لهم دابا ال11 اقسم غندخل ديريكت للشعبي ورا العشاء ندير لهم الشرقي. سمعني الشعبي ولا الشرقي؟ شعبي. بعويناتي شتو غادي معنك صاحبتو يا الغادي علاها يا الكافر بالله. ويلي ويلي وحدي لا ويلي عندك عندك لا غني الشرقي. واني مارق مريت الله جنب ابواب البيت بيتي الكانو سكا انو عبواب ودقيت ما في حد في البيت رد علي حيطانو. خويا منصف ثق بيا. لا ما تمشي واعتذر لهم. ولكن راه عاطيني العربون. ارجعوا لهم. حمزه ماشي كليتي الحلوه ونعستي يا صاحبي نوض كمل. راه مازال صاحبي وحمزه نوض صاحبي انت راه كاين كلشي هنا الخير تبارك الله. جيجي البسطيله. الله يا حمزه الله ماك على هاد الحاله درتي الدجاج تقول فايت ناقبك. فين اللحم؟ اللحم راه كليتيه قبل الدجاج حتى ما بقيتيش كتفرق بيناتهم. صافي صافي تفيجي منصف قول لي راه تعشيت بلا ما تعرفوا معايا. نعس نعس سري انا اللي مفيقك نوض تاكل كنفكر فيك زعما. باش كتعجبني ملي كنهضر معاك ولا نتناقش معاك كدع عليا الانسان هو المبادئ والاخلاق ولا تفقدات القيم ضاع المجتمع الانسانيه اساس التعايش. منصف تي بي بارلي دوسمون سي تي بلي. دوسمون انت كتعرف دوسمون انت الله ياخذ فيك الحق. مخلي لي الزيتون زعما
لعبوا ديك اللعبه ديالك. ولكن ها انت راه ما خاصش نهضروا، خاص نديروا حركات ونفهموا شنو بغينا نعنيو. ورا فهمت ياك. يلا سير. ها شت تبوريده ولا مغيت في السهره راس العام؟ سير يلا. شكون هذا؟ كليب ديال الدوزي فيه الشتا. والدوزي يا صاحبي راه خاصك دير كاسكيطه. سير يلا. وانا ولعب. ونروح نلعب انا سهل عليك. التصويره كتكون مرسومه في حمام الرجال. لا هو النساء. فكر مزيان. اللي كتكون مرسومه عند الحلاق. منصيفة صاحبي انا لعبت لك انا زعما. حمزه لعبت لك منصيف انا. خسرتي وتتكا. ايه اللعب كيدير؟ دفع دفع هاد الحمراء اللي بغيتي تربح. وصلك ميساج من عند ماي لايف. ومنتي هي المرايا. اصاحبي راه ما خاصش تغني، راه خاص تقول غير اللحن وانا نعرف الاغنيه. سهل. واش يبقى لي؟ لا 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 لا. واش يبقى لي؟ دير حاجه مع مور باش عرفتيها. هذا اكيد من المغرب. شكون؟ محمد شوكان. شكون محمد شوكان؟ نسيتي يا صاحبي اللي غنى في عرس بوتينه. ولكن راه ماشي ديالو. انا بالي صرع عقل ديالو. لا لا ديال مراد بوريقي. ولد اسفي داك المسفيوي. اسمع اسمع الديسك ما غتعرفوش. اسماء منور. باش عرفتي اسماء منور؟ درتي شوف هاد اسماء. ما عليك. شوف شوف الشهاده اللي غندير دابا. واخا تسمعها ما غتعرفهاش ديالنا. هي بلا ما نسمعها. واسمع. تا 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 ديال من هذا؟ ديالي. غنخرجوا في الصيف. لا بلا ما تخرجوا بلا ما تخرجوا كاع. هاي كتب لي موجاري. الله واخا يخرجها لك الرواني. خويا منصيف نقولك واحد الحاجه. شنو؟ اخر مره تهضر معايا الله يحفظك. صافي اخويا ما تبقاش تهضر معايا. حيت اخويا او 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 والملال وتزيدني انت. مالنا على هادشي اخويا؟ ما تهضر معايا ما نهضر معاك. شتي تشوفني السلام ما تسلمش عليا. صافي ما نكذبش عليك. صافي من اليوم اخويا منصيف ما تبقاش تدوي معايا. واش سمعتيني اش كنقول منصيف؟ راه كندوي معاك اصاحبي ما تبقاش تدوي معايا. ومنصيف ما تفقصنيش بحال هكا. منصيف دوي معايا. ملال اصاحبي. ويا صاحبي ما كاين ما يدير. لعبوا كارطه ناقصه بربعه الورقات. لعبوا حكيم رقنا الكارطه ناقصه بربعه الورقات. لعبوا اب ولدو. انا ندير الاب وانت ولدي. هادي راه منطقيه صاحبي. حنا خاصنا نفاجئوا الجمهور. علاش ماشي انا اللي ندير الاب وانت دير ولدي؟ مزيانه. خرج عليا خرج عليا. فقستيني قهرتيني. خرج عليا. الله يهديك الوليد. انا راه ولدك. ما ولديش. كون كنتي ولدي كراك كتسمع هضرتي ودرتي بحال قرانك. وانت لا ما عطيتكش الفلوس ما تحسنش. الله يهديك الحاج نعل الشيطان. امي زعما الشيطان هو ولدك. لا هي في كوزينه. الشيطان هو ولدك. انت اللي دسرتيه. انت اللي دسرتيه. خرج عليا خرج عليا. فقستيني خرج عليا خرج عليا. قهرتيني. خرج عليا خرج عليا. حمزه راه الحال بارد هنا. حل حل. ما ربيتكش هكا ولدي. ما ربيتكش حمزه. علاش ولدي درتي لي هادشي؟ علاش حمزه؟ حل راه خرجت بلا صنداله ولا رد بارده. حل صاحبي. كنت نتمناك تكون شي حاجه ولدي. كنت نتمناك حمزه. حرام عليك ولدي حرام عليك. حل الواليد ولا حمزه ولا اش كيقولوا لك. حل الزمر. ولدي يا ولدي. ودابا بلا ما تحل حيت لحليتي غتاكل صلخه. لا لا لاعبين لاعبين. بدل صاحبي هاد البيسي هذا. شاري بفلوسي ما شاريش ليا با. فهمتي هاد الباس اللي لحت لك دابا؟ اجي شنو داير انت بعدا؟ فاش؟ لافاك ايكول شنو؟ انا ايكونومي. انت في لافاك؟ قلت لك مقبول. لافاك يقبلوا كلشي. لا في الباك مقبول؟ شويه. علاش؟
حيت النوع ديالك ينجح ب10. لا لا تقريبا 11. وانت؟ انا شويه تخوزيام انا ايكونومي. لا شحال جبتي في الباك؟ دابا الفلسفه المنهجيه اللي خدمت بها ما منطبقاش مع الفكر الفلسفي المصحيح، والمات فرقوا علينا ورقي معطلين، والفيزيك خدمت غير النواسات، وفيت حيت في شهر 3 صبات واحد الشتا وفزقات عليا القوبيه ومرضت و مقبول. واه الصحه هي كل شيء اخويا حمزه. 10. في الاستدراكيه. وقولي علاش درتي لافاك؟ و تيقولوا فيها لافاك. افاق ديالاش؟ ما كيقيدوش في الغياب، ما كيبزوش عليك قرايه، الماكله في بيفات رخيصه. صافي، هادشي علاش درتي لافاك؟ لا الصراحه كنا سافرنا في الصيف المارتيل وما رجعنا حتى في شهر 9، وكانت لافاك بوحده اللي باقا حاله التسجيل. زعما كون رجعتي في شهر 8 كنتي غدير الميدسين. راك ناجحه ب10. حتى انت ياك؟ ويه تهاونا. تهاونتي دوي على راسك. انا راه من صغري باغي نجيب 10 باش ندير لافاك. شنو باغي دير مورا لافاك؟ انا ان شاء الله نشدوك ونعوض والدي على داكشي اللي داروا معايا واخا غير شويه. مزيان. انا راه فاش شديت دوك خرجت لي شي 56 مليون قول 57 مليون، ولكن راه تصرفتو في نهار. انت نهار تشدوك سير صرفو عند البازارات حيت كيصرفو مزيان. مزيان اللي كتفكر بحال هكا، الله يرضي عليك. شنو هو هادشي اللي خديتي فيه 57 مليون؟ دوك كضحك عليا. راه انت اللي كضحك على الوقت، اش هو باغي تعوض بالدوك؟ لا راه حيت واحد جارتنا ولدها عنده الدار والطوموبيل ومزوج وعنده الدوك. عرفتي شنو؟ غنشدوك ونخدم مع الوالد. باك فاش خدام؟ ممول حفلات. تريتور. كتعرفو؟ راه معروف في الجهه ديال فاس مكناس سميتو اللبار اللي عرفتيه. على انت ود اللبار؟ لا واش كتعرفو؟ لا غير هو غيكون داير شي حاجه في حياته كيتحاسب عليها بيك. علاش زعما؟ ابتلاء انت ابتلاء. نعود بالدوك. انا بلي غنكمل حتى الماستر. حسن. حيت على حساب الهضره ديالك صعيب نعوض دارنا بالدوك. داركم ربي اللي غيعوضهم لعند مولد بحالك. الو ماما. عوض. شوفي راه غنكمل حتى الماستر. لا حيت لقيتيني كنهضر مع منصيف وقال لي الدوك راه ما فيهش شي فلوس. وما فيهش الفلوس كاع ما فيهش والو. كاع والو. هاك اخويا قولي لها. تقول لي شبهتي لامك؟ باز لباك تلاقيتو عليه بجوج. خالتي خالتي واخا يكون خير يكون خير. عفاك قولي السي البار الله يجعلكم ليه مغفره للذنوب كيقولها اقول ليه كثر منا. سلام. قطع الخبز قطع الخبز. انا راه بزاف عليا الشاي الشريفه باش تعرف. او مني الطياب نقي الخضره نفقص البيض نديرهم في طاجين تبكيني البصله غدا الصباح نهز حوايجي ما تعرفني فين مشيت. فين غتمشي؟ قاري. معاش خارج؟ مع 12. مع الوحده نلقى الماعن مغسولين وناشفين. شنو هو؟ قاري عشيه؟ لا مني تغسل الماعن وتنشفهم طلع دوك الماعن تشتف عليهم. واش تي باغي تفقصني ولا باغي تطرطق ليا شي عرق؟ واش انا مصوب من الحديد؟ وزيدونا السيد ديالنا راه جاي نقرا ماشي جاي نترس عليك. كنت معزز مكرم في دارنا حتى جيت عندك. منعوم كي الناس ما نلبس كي الناس مالنا اخويا على حالتي. صبرت معاك وندمت والله كون كانت شي ورقه تفرق بيناتنا حتى نسينيها. جاب الله اليوم الثلاث. عمرك يا حمزه شربتي الدواء د العصاب تعرفتي سيمون سيف. ميرسي. عييت يا ماما عييت ما بقيتش قادر نجلس معاه دقيقه في الدار. واش انا كون عرفتو بحال هكا غنجلس معاه كرهني في الكرا وما يجي منه. صافي قطع قطع ماما واجه. علاش غتهضري معاه؟ تماك فين ما تجي نوبتك في الشقه دات تغبن بحال هكا ترجلها صاحبي. راه سميتك حمزه ماشي حفصه. هاد الشقه راه حفصه وما تقدرش عليه. هاك تكلم الماما. الو خالتي كي دايره لاباس؟ كلشي مزيان؟ وانت راه كتعرفي قبل مني. لا لا هذاك الشيء اللي كاين الله يهدي الله يهدي. لا لا وانا بحال ولدك ما تقوليش ليا بحال هكا.
صافي هو يغسل المواعن وينشفهم ويصوب بلاصتو ويعيط لك. يلا بسلام. سلمي على عمي. سلام. اش غدير دابا؟ نصاوب الكتاي. باش بالنعناع. شحال غدير السكر؟ طوبه ونص. ولا جحلو؟ غتشربوا ليا كامل. واخا يكون؟ واخا يكون سخون. يلا بالي حقا. شنو هو؟ النعناع. النعناع حار. مش انت اللي حقار اخويا منصف. النعناع 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 الحقار. ها ها النعناع الحقار. قبل الزوج تبقى بوحدها. تبارك الله عليك نادرة. احسن حاجه في الانسان هي انه يعرف الغلط اللي دار ويعترف به. عثمان وليد هذا اللي نساعدتني تليفونه. حفصه. حمزه قالك حفصه. ايوا حيت هادشي اللي كدير ديال حفصه. يجيني حفصه. نوض تاكل. ما بغيتش وما واكلش. صافي صافي ما تخلقيش انا ديرها. انا وياك غادي نديرو اكبر تاع. يلا نوض. رد هادشي للكوزين. يلا ضربي هنا ضربي. لا انا صافي عمري. اختي سالي المسلسل ديالي. والله الا حفصه وراه غير نشد الدبلوم غنجي نخطبك. الله يهديك. وراك عارف اللي كاين. انا اللي كنت ليا. يلا بسلامه. حتى انا. حمزة وا حمزة. حفصة. نعم. لا لا نعم نعم على حمزة. على حمزة. قول لي. ها ماشي انت اللي غسلتي المواعن ديال البارح؟ لا. اش كتقول؟ كندوي معاك اصاحبي. دخلنا عليك بالله. ما انت والله ما انا. ما يمكنش. ترى من البارح وانا مجبد هنا ما تحركتش. ياك. اه اذا المواعن ديال البارح كلهم ماشي انت اللي غسلتيهم؟ لا. واش كتسناني نغسلهم انا؟ اه. حمزه شحال فيك من كيلو؟ اخر مره تعبرت كانت فيا شي 70 ولا 90. شتي هاد 20 كيلو اللي ما ضابطش انت راه هي اللي في انور ودناجيه. شتي تبارك الله قداش. اه وافي تبارك الله. هو راه هاد وافي اللي ما متاكدش منه انت. دابا 70 ولا 90؟ خويا ما كنبغيش نقول شحال فيا من كيلو. كنخاف من العين. العين. وقف وقف وقف. راه العين اللي خصها تخاف منك يا حمزه ماشي انت. العين كره الذهبيه عام كتاخذها حتى عام كياخذها ميسي. لا هذا العام تنقول غيديها رونالدو. اه رونالدو شحال فيه في الطول؟ انا مترو 83 دونك هو غيكون مترو 87. مترو 87. شحال فيك انت؟ مترو 83. واش فيك ولا كتمناها؟ على فيا ميسي اللي كيتمناها. شي هاد البلاصه اللي كتنعس فيها وكيبقى شايط منها كلها يلاه فيها مترو 70. على واخا هكاك. واش غتاكل في الغدا؟ تفاحه. لا عاوتاني تفاحه بوحدها في الغدا راه صعيبه. عاوتاني ريجيم ماشي هو الجوع حمزه. لا قبل غنتغدى بشي مريقه خفيفه. مريقه مع خفيفه راه ما كيتلاقاوش. يا مريقه يا خفيفه. إذن مريقه. واخا غير هو هادشي ديال ليدام خصك نقص منه من هنا لقدام. لا لا غنحيدو. مزيان. وفي الكوتي؟ غنسالي داكشي اللي كان ديال الشفانج والزبده بلديه. لا مزيان. اه واش غتاكل؟ عندك اسيدي كاس ديال اتاي ديال الزعتر. اه 50 غرام ديال الجبن ديال الماعز. الله يرضي عليك. سرح لي داكشي فوق شي مسمنه وسير لي بالعسل واجي لي بامله. ندوزو للعشاء. اه راه هادشي وراه العشاء مازال. لا ولكن غنتعشى بداكشي مسلوق. بطاطا خيزو روز طون شويه مايونيز. زيد عليهم الرايب بالسير احمر. لا لا الرايب غيغلطني. جوج بيان. يلا سير. واحد. اه وعلى هادو ما محسوبينش. تلا صاحبي سير صاحبي خدم. صافي سالينا. خدم صاحبي حيد عنا ديك الكرشي. يلا يلا بيان كوراج. واحد واحد. سير. جوج. لا كنطلعوا بواحد وكنرجعوا خاوي. طلع بجوج رجع خاوي. طلع بثلاثة رجع خاوي. يلا واحد. بيان. جوج. بيان حمزة. ثلاثة. برافو. هيا هيا رخص. أربعة. مزيان. أنت دابا حفظتي الموفمون. يلا عطيني 20. انا اخويا واخا نكون عدوك. وسير لي بالعسل ورجع لي بامله. لا صافي غنحيد امله انا. يلا عطيني 19. او امله كامل بواحد. حيد لي المسمن والعسل ونحيد لك اربعه اخرين. هي شحال؟ غتبقى لك 15. تخلي المسمن ونعطيك 17. يلا سير ديرهم بهادي ثقيله.
باش نحيدوا المريقة الخفيفة. أخ يلا كوغاج. واحد واحد. جنجلان زيد جمعة جيلان جوج يا باقي يلا جوج لاروف زيد. حمزة 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 نوض اخويا كل العسل دير املو سيد القديد الخليع كل اللي بغيتي يا خانون. نمشي بالعسل ورجع لي باملو صافي. مصيفك جوع شويه شويه ولا بزاف؟ علاش باش نعرف واش ندير بحسابك ولا لا؟ ولا كنتي مطيب مطيب دير بحسابي. دجاج ولا لحم؟ دجاج. هاك انت جيب لي انا ربع فخد وخذ لك انت صدر اللي كيعجبك. دابا واش غطيب ولا غتشري ولا شنو؟ لا غير حيت فاش قلت لي الدجاج قلت زعما تجيبوه من شعيرك يطيبوه مزيان. وكون قلت لك اللحم نقولك حتىش حسن. ما تقدرش دير واحد الحاجه احسن من اللحم واحسن من الدجاج؟ امر شي جوج شبوره ديال التيساع يكونوا مزيانين يا حمزه. انا نزل عند شعيري ناكل ونشي. احسن ما غدير كاع خليك انت ميت بالجوع. حمزه فخد صدر واخ. شتك دغيا جيتي ما لقيتيش الدجاج؟ الا ما لقيت الشعيره سد تشد. ما تقولش لي عاوتاني على الدجاج قديم. لا انت عارف وانت اللي كتاكل ربع دجاجه ب6 درهم فريتو موناتو ما عارفش. وانا صحاب لي كيتعاون مع الطلبه. كيتعاون حق لواحد الماده 3 سنين ما بغاتش تفاليدا. لا هادشي راه ما عنده حتى علاقه اخويا موصيف. 3 سنين اخويا حمزه كتقول لي ما عنده حتى علاقه 3 سنين. واه خدم خدم ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. صابك البيض ولا الطون؟ دير الطون دير. وعندك تتبعها في الطون راه فيه غير البروتينات والاوميغا 3. احنا نشوف ان شاء الله. موصيف فين هو البزار؟ راه تم. فين تم؟ على اليسر. فين على اليسر؟ فوق البوطاج يا حمزه. صبر صبر هنا قرعه فيهم راه كاينين 5. شوف اللي على اليسر واش خضر؟ شمو؟ شميت واش خضر؟ شم اللي حداه هذاك هو البزار. اين هي اللي كيطيبوا فيها البيض؟ بجوجهم كيطيبوا فيهم البيض. بغيتي تسلقوا كتسلقوا في هادي، بغيتي تقليه كتقليه في هادي. عرفت 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 بغيت تشوف واش تعرف. هادي صاف صاف. اش غنسلق في هادي انا؟ كي غادي مع القرايه مزيان؟ احنا غاديين اخويا حمزه دايمًا دايمًا. الله يسهل عليك ويفرحك يا ربي. امين امين. كاين الحليب باقي نسيطرو ديال الصباح. والزبيب باقي. اللوز باقي شويه. بيستاش غالي عليك. والبيستاش 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 غالي عليك. ويه 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 سنه سعيده. وها علاش اخويا موصيف ما كتفاليديش؟ راه ما كاين لا شعيره لا دجاج قديم. خاصك ما يلاهيك حفظ جنة أكل. الدراري غتروّن يا ربي السلام. مالك شنو شنو كيفاش دوماكم مبقيتوش باغيين تصبغوا الدار؟ أويلي حنا غير اقترحنا عليك ماشي أكدناها وقلت لك حتى نكونفيرمي لك. ولكن أنا اليوم راه جاي معول أصاحبي عاد نجيب لكم واحد الفكرة داكشي ديال هي الغربة. يا ربي دوز هاد النهار على خير. علاش معيط ليها صاحبي؟ علاش؟ غازي راه ما قلتش لك اليوم. سوا اليوم سوا غدا ورولو ولا بدا. شوف يلا نقشرو الحيط يلا نصبغو. الصبغة راه كتبغي الوقت الدراري. خساريتو اللون ولا مازال؟ أنا بان ليا الكريد خلطوه مع الخضر ورشو البيض ورش ليا بالزقلي. ما نعاودش لك شنو بان لك يا حمزه؟ اخويا ضروري القري وحيد الحيط صاحبي وقيته. ما عرفتش تسول المنصف. خا منصف انت اللي كتفهمني شنو بان لك. وانت شنو بان لك؟
أنا قلت لك الخضر نخشيه مع القري ورش ليا البيض وزقلي مهم ترون. ما عندك شي فكرة أخرى؟ صرعوا شي طاجين. طاجين. تريني غن أفونسي ونسلي دابا السباغة راه هي الطواجن ديال أزيلات. واخا ما نعاودش لك. أدريف دريف وخاكك. ضريف وسخي ومصواب. أولا مشات تبرونشا مع شي بنت وراسو كينساه. راه كيطيح على ودنو. كبيدة مسكين كبيدة. حتى حنا لقينا مع من تبرونشا وقلنا لا خويا منصيف. أه تا حمزة. حمزة. وا حمزة. ها؟ شكون؟ قربتي تنزل؟ حق الدراري المناضة. نمشي نجيبها؟ لا لا خليك أنت ضيف. حمزة سير جيب شي وحدة بالخف. قول لي عطيها لك باردة سربي. نزلت الله يحفظك. واش كل اللي غينصب الطاجين حمزه الله يهديك سير. صافي صافي لقيتها. غنلعبو جمد واللي خسر يمشي يجيبها. سير يلاه. مزيانه. واحد جوج ثلاثه جمد. صافي صافي انا نمشي نجيبها. براسك العمراني قال لي مني غيب كثر من ثلاثه الحصص ما غيفاليزيش لي. خويا داك الكور واخا نحضر ليه واخا نتبع ما عمر غنفاليديه. تلا صاحبي راه ضروري راه تبقى تبعك حتى ليسونس راه مزرب عليه هاد العام. كما كتزرب على الطاجين. انا بالنسبه لي الماده الا ما كنتيش غتفهمها ما كاينلاش تفاليديها. حمزه حديث ومغزل هاد خاين راه كيلاهفك ويخشي في وجهك. تلا مزيانه صاحبي تفاليديها هاد العام صاحبي. شو تخرج الله يحفظك. اش كدير الدقيق؟ لا لا غازي انا راه ما متفقش معاك. اخونا اخونا راه ماشي بوحدك في الطاجين. حمزه كول هذا ما كتحبسو حتى حاجه. اكل كل ما فياش انا حتى انا ما قديتش صراحه. ما قديتش تحبس الدراري المناظر لازم تنجيبها. سير يلا يلا نوصلوا عليك في الطاجين. كول صاحبي هذا راه بلا مناظه وش واش دار. واخا واخا خوات شربها شي واحد. درتي لهم فوتوكوبي؟ لقيت الساد اخويا منصور. صافي حتى الغدا. طاب؟ لا مازال. نقصي عليه شويه؟ اه. مزيان. الدراري يلعبوا الزن. ها؟ انا سبل الاول. سير. اه سير. قصحتي يا صاحبي. منصف. لا عاود. انت. شناهو؟ لا انت. لا لا عاود. الدراري يلعبوا كارت انا نفرق. سير جيب لي كارت. واخ كمل لي درتي لهم فوتوكوبي. لقيت الساد. لقيتي الساد وصافي حتى الغدا. لي جبتي هذا؟ من الثلاجة. انت راه مسالي يا صاحبي. انت شمن مسالي راه باقي فيه ها؟ ومسالي في التاريخ قرا. واو غيسالي في شهر 4 حنا يلاه شهر 3. شهر 4 هذا العام الفايت 2020. كتعرف شي طبيب ديال العينين؟ لاش؟ انا راه بانت لي 2019 دابا. اويلي. ياك؟ اشوف. نوض نوض. بعد شويه. شناهي هادي؟ راه انت اللي خاص تقول لي شناهي هادي. قرب. بي. 8. واحد. معلم. هادي. اتفق. انا. كيفاش انا؟ راك داير سيلفي. ما عرفتهاش. شناهي؟ حتى انا ما عرفتهاش. هادي. العين. الله يجينا وين تجيك منها. ولا ماشي العين والعين. العين هي اللي خاص يشوف لك الطبيب. انت من عين؟ انا ماشي العين هادي. غدي هادي الطبيب ديال العين وقول لي 2020 بانت لي 2019 هو غيعرف العبار بلا ما يعبر لك. ياك. شو هذا الوقت كله عند الطبيب؟ خا واحد الطوبيس كيدوز مره في ساعه وجوج حرقوا البلاكا. ويلي. وعاد خلي الطبيب لقيت عنده الزحام خليه الله وصافي. واش قال لك؟ قال لي شوف عندك مزيان، عطاني واحد التقطيره وقال لي عود بعد على عينيك التليفون بالليل ملي تكون خدام به، ولا شعل الضوء البيت. علاش؟ باش ينقصوا الاشعه ديال التليفون. وقلت لي 2020 بنت 2019. بالتالي. وشنو قال لك؟ قال لي كلم هذا اللي بانت لي 2019 2020، قال لي راه 2019 في باكيه. الا. ايه 2019 هادي راه يلاه شريتها 2021 الاخرى راه باقا عندو باش يشد لك بها العبار. نوض واش كيدق البرا؟ طبيبة العينين حمزة فين غيدق لك هاد البرا؟ اش قال لك؟ قال لي عندك العيا في العينين.
تنتم التليفون؟ لا لا من غير التليفون، قال لي عندك الاعصاب. عصابي زعما؟ حيت سولني قال لي واش عندك شي مشاكل مع الدار؟ قلت له ما ساكنش مع الدار، ساكن مع واحد الدري حيت دير لافاك ديال ليكونومي. ايوا ايوا قال لي واش بيناتكم شي مشاكل واش مفاهمين؟ واش قلتي لي؟ قلت لي راه واحد المعقد مريض عنده شي افكار على الاعصاب. فهمتك. قال لي راه بزاف عليك ستريس ديال لافاك وتزيدوك حال الراس، قلبها على شي واحد تفاهم معاه. وانت ما قدرتيش تلقى حل مع هذا اللي كاري عنده؟ حتى راه مريض معاه من غير تفاهم الله يهديك. بيني وبينك انا هذا العام هذا ونخرج نقلب شي واخا نعرف نسكن بوحدي. ولا كنتي غتصبر وتجيبها في صحتك؟ اللهم قلب فين تسكن بوحدك وتلقى راحتك وانت باقي صغير ويركبك العصاب شاد شي. واش انا كرهت تكون لقيت والله ما نزيد مع دقيقه واحده. واي الا قدرتي تصبر معايا واحد شهر نكركب واحد خينا كاري عندي حتى هو اكثر من هذا اللي عاودتي لي عليه. ويلي واحد الفنيان واحد المفشش خطيه صافي. واخا ما فيه باس. خرج لك الدواء. خرج لي التقطير هادي بصحتك ركبني في الاخر الشهر. حيت غيجي يسكن معايا واحد الدري مسكين فيه العصاب وساكن مع واحد المريض معقد. معليش 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 انا عصابي. لا لا غير عندك شي افكار اخويا مصعب ما كنتفاهمش معاهم وصافي. وانا فنيان. لا حيت كبرتي في فشوش ولقيتيها واجده وصعيب عليك تتعلم من الدقه والحين. بصح بصح دير لي تقطيره نهار تشوف. ايوا لا لا انا في الدار ندير شي فيلم. ما كاين ما يدار. ما كاين ما يدار ونوض غسل ديك الكوكوت اللي 3 ايام وانت مخلي فيها لي باط. كاين ما يدار نشف هذاك الدوش غيهرب. تسكت اصاحبي. موصيف قانط. قانط. لا شوف غدا الصباح نمشي للمول العشيه الا بغيتي نتغداو بجوج صافي سير الله. خليك خليك سين قطع قطع نعاود عيط لك. جواد خويا كي داير؟ هانيه بخير الله يحفظك. دابا في سيد لافاك ولا في جروب؟ واخا انا نشوف دابا الله يحفظك. تهلا لي فراسك نعاون. علقوا لكم وهي شي زرده. والمهم ديرها لنا قبل من الشهر الجاي. هي تيدوز الشهر الجاي ان شاء الله. المرة الجاية نحس لك درتي ها ولا ها نخرجك ونحط لك زيرو. سمعتي؟ أدير غير ها زيرو. اقلق صاحبي راه ما عنديش الوقت. واش من نيتك حمزة كتوجد النقلة؟ أنا كنقول السيد كيحفظ الله يسهل عليه وأنت باركة تعمر لي في هاد الحجابات هادو. والوقت اللي كتضيع في هاد الشيء حفظ فيه. أنا هاد المادة كاع ما بغات تحفظ ليا وزيدون باقا 3 أيام ما كافيانيش. حتى هاد المادة هادي درت فيها يومين أنا. نجحتي فيها؟ لا ما كفاتنيش يومين. حفظنا بكري. انا كنحفظ. كتحفظ صوارك. كون داروا لكم امتحان في التليفون كرة الاول. تجمل. كدوي. كندوي حيت انا اللي عارف لافاك اش خاصه من صبر. 3 سنين باش فايتك حمزه. والطون والحرور. انا نشرب بزاف اللي عييت. صبر اصاحبي راه دي راه يلا البريميراني ماشي والو مازال. غدا غناكل الزبيب والتمر وغندوز مزيان. الزبيب والتمر طالع للجبل. الزبيب والتمر والله واخا تشرب الدواء الحمر حافظ غتنجح ما حافظش ما غتنجحش. سمعتي يا حمزه؟ منصيف واه منصيف. مالك سقطتي؟ لا لا مازال ما مشيتش وتعطلت اصاحبي. بلاتي نصوب لك فطور. واش انا كنقول لك معطلت كتقول لي الفطور؟ كيكه وحليب. لا لا شوف جيب لي قوبيه ديري من الداخل لحفظ الصفرة. سربي سربي. ديتي معاك لاكارت ديتيديون؟ مدرالية. ودي معاك لاكارت ناسيونال. هذاك الشيء اللي غندير. هاك. شي طاكسي باش ما تعطلش. لا لا غنمشي على رجلي حسن. علاش؟ كاين شي طاكسي تيكونوا خاويين ما كيبغيوش يوقفوا. يلا ها الزبيب والتمر. تليفون كزيتي؟ ستيلو عندك؟ عندي ستيلو احمر. ودو شري ستيلو ازرق، ستيلو احمر شتي غتصحح ليهم. هامضة، كي داز داك الشيء؟ مزيان داز مزيان. تأكد. داك الشيء. فاليدي. داك الشيء اللي حفظت البارح هو اللي حطوا ليه. ايوا الشيء، ديما كنقول لك دير بهضرتي تنجح ديما. انا عارف لافاك وعارف كومون سا سباس. ولكن تلاقيش مع موعد قال لي علاش ما جاش موصف يدوز. الكونطا. يلا حط هاد الشيء ونوض تحفظ يلا. نوض. اجي منين كتجيب الفلوس اللي كتصرف؟ كنبريكولي مره كنخدم هنا مره هنا، المهم هاز راسي وكندور مع الدار.
مزيان مزيان. عاود لي عاودي كيعجبني نسمع هاد المغامرات. مغامرات؟ سميتها الخدمة، سميتها تعري على كتافك المغامرات. نهار يساليولك الفلوس اللي كيصيفطولك داركم قبل ما يسالي الشهر وتبقى عاطي البيض القطنية وتشوف لي المغامرات كي دايرين. عتاد مالك زعما فاش خدمتي؟ وقت كنبيع ونشري، مرة مرة كنغني. عراسات؟ عيد ميلاد، حفلات ديال لافاك، خطبة، نجاح. كنت خدمت مع اوركسترا العباري، كنمشي معاه للعرس، كنبقى نغني، كتعمر القاعة، كنحط الميكرو وندخل الكوزينة. اش كدير؟ كندوق لهم الدغميرة واش بنينة. كنخدم سرباي، اش كندير؟ هذيك اللعيبة ديالها؟ لا، يدك صغيرة ما تهزش البسطيلة طيح. والله الا برافو عليك، عرفتي زدتي كبرتي في عيني يا خويا منصف. والواحد خصو يقلب على راسو ويدور مع الوقت كيما دارت. بصح كاين. انا راه شي ايامات كنت كنمشي نتفرج عند يوسف الحلاق في ماتشات، شويه وليت كنشطب ليه المحل، نشف ليه بفاطي، وبقى شويه ويكره ليا كرسي حداه. وليت كنحس الرجاله الكبار حيت حسانتهم ساهله. ومن بعد دخلت ندرس الحلاقه باش نولي نصرع الديكرادي. ولافاك؟ لا انا غادي في لافاك، والحلاقه اون باراليل. واش غدير من بعد؟ والحلم ديالي هو نبدا نحسن لكريستيانو رونالدو. ويبغي؟ لا هو باغي، خصني ندير المحل. كتهضروا؟ كندير لي جان. وانت الا جا عندك شي ديديكاس لحفظك. صافي. بقيتيهم مازال حالين؟ وقضيتي الغرض؟ بديك لابليكاسيون نيت؟ واييه. مزيان. شحال صيفطولك داركم؟ 5000 درهم. 5000 درهم؟ علاش؟ علاش؟ راني اللي خصني نقول لك علاش. علاش خاصك تقول لي علاش؟ علاش صيفطلك 5000 درهم كلها في الشهر؟ باش ما نتخص من والو، واللي عليا هو نقرا. كيصيفطولك 5000 درهم باش ما تخص من والو وتقرا؟ اه. انا راه كنقرا باش نولي نشد 5000 درهم يا حمزه. 5000 درهم كون راك دافع في برطمة. بصح واشنو الناس راه بالقرعه دايرين الديور. بونيدي 100000 ريال عباد الله خاسره كل شكلاط وشيبس، وانا كنقول السيد اللي طيبته مسكين كياكل. اقول لي غير تواضع منك. عقلتي على نهار دخلنا للاداره في لافاك وقلنا واحد السيد سيرو حتى لجوج راه ما كاين حد. شهاده مدرسيه. عقلتي عليه؟ موسطاش. هذاك راه كيشد غير 4000 درهم وانت 5000 درهم. وانا مالي؟ ما مالكش؟ مال والديك؟ حيت كون كان مالك كون راك كتراعي ليه. واش عارف شناهي 5000 درهم ولا كتشدها حمزه؟ شناهي 5000 درهم؟ ما فهمتش. اكثر من 500 دولار. كي والو. كي والو؟ شتي الشرقي زادوا 500 على 2000 درهم خطب مريم. مزيان الله يكمل عليهم. اين مالي؟ منصف شنو رايك؟ فاش؟ الا قطعت شعري. قطعت شعري كيقولوا الناس اللي شعرهم طويل مسبسب، انت خصك تقول نحسن شعري. واخا شنو رايك الا حسنت شعري؟ وغنشطو بعدا عاد حسن. لا انا مخليه بحال هكا مباشر، ستيل كريبي زعما. لا المباشر مكريبي عنده ماليه، هذا سميتو الشعر الميدم الغير ممشوط. دابا ممشوط تعود على الشعر ام الغير؟ على حساب في محطوطه. المشطه ممشوط هي ما عندنا ما نديرو بمشطه. ما عندنا ما نديرو. ايوا حمزه سير تحس. والمشطه تال تما مني غيسالي وغيمشطولك. لا واش نقدروا نعتبروا مشطه مبتدئ؟ لا عرفتي اش غدير حمزه ويجيك حسن. صلع. علاش ديك الساعه ما غيبقى عندك ما دير بالمشطه. السلام عليكم. السلام. اش هادشي؟ مالك؟ اش قلتي لي باش دار في كاد الحاله؟ قلت لي دير لي حسنات نيمار فاش كان في البارسا وربحوا البايرن. انا بالي دارك حسنات نيمار فاش ربحتهم سوسييداد. على لعب؟ حقا ما بغاش انريكي الا ما لعبش. فاش كنجلسوا هو ولايا. ايوا ولايا هو اللي كنتي تقول لي دير لك حسنته. الا زيد 10 دراهم وزيدون خاص يمشي بكري. لا انا حتى شحال عطيتي؟ 15 درهم. 15 درهم وباغي يدير لك حسنات نيمار. واش يوسف نيت اللي حسن لك ولا الولد اللي معاه؟ لا يوسف اللي ما راه بقى كيعاود لي على مرادو. ماشي عاود لك عليه، دار لك حسنته نيت. لا شرم لك. انت ما غتحسنش. وقفرتي حتى بغيتي كلشي قفره. لا لا انا جاتني زوينه واخا هكاك. ورا ديك واخا هكاك هي اللي داير عليها الفيلم. زعما يوسف حلاق مزيان وعنده ديبلوم في المرتبه الاولى معلقه في المحل. لا انا كيحسن لي الزيتوني حافظ لي حسانتي. كاين شي حلاق سميتو الزيتوني؟ كاين وضابط شغله. كندخل كيحسن لي كنمد لي ديك البركه الله يرحم الوالدين الله يعاون. ما كنهضر معاه ما كيهضر معاه. لا لا بقى تهضر معاه. ياك انت المرة الجاية ملي غتهضر معاه راه غيبان لك الفرق. واخا ما اشطو. لا لا لا
منصيف منصيف وا منصيف منصيف اصاحبي شنو نصبغ شعري سولتك اصاحبي مالك داير بحال هكا نصبغو بالقري انت خضرو باغي تصبغو بالقري حسيتيني ياك ما حملتينيش ها قول لي ما حملتينيش وا منصيف صافي صبغو صبغو بالقري غيجيك زوين صبغو ولا ما جاش معايا غتجيب وحدك بلا ما نعيط ليك علاش صافي انا مشيت انا سمعك الباب حمزه عطيتي واحد الغسله غسلت الثلاجه معتبره زين واحد الغسله كنقول لك عمرها ما تغسلتها برافو عليك عطيتي بديت بالفريق ومع خاوي وانا نهبط لتحت معلم طبقه بطبقه عطيتي كندير الماء والبرودوي ونشف ونهبط الطبقه الثانيه الماء والبرودوي ونشف الطبقه الثالثه الماء والبرودوي ونشف ما عندي ما نتسالك اسيدي والمجوره ديال الخضره عطيتي حمزه حمزه اه مزيان مزيان المجوره عرفتيهم اه ديال الخضره لا لا كانت فيهم الخضره خوات ما بقاتش الخضره كان شيته وجافيل ونغسل عاوتاني ونرد شيته وجافيل نغسل ونرد عاد بدات الثلاجه كتبرد والباب ديال الثلاجه ديك بلاصه البيض خاويه لا لا عامره بالدواء ديال الراس والكاتشوب ديال السناكات منصيف وراه ما غاديش نتقدى راه نوبتك اه راه انا اللي غنتقدى بينا ايوا اش باغي بغيتك تمشي معايا يلا يلا وتهز معك بزطامك ياك دخل السي حمزه اجي هنا السي منصيف انا طون ثلاثه ديالي ثلاثه ديالك لي بات ديالنا بجوج روز تا هو ديالنا بجوج ما كاين الحسانه مطيشه شوف الخضره كلها دوزه راه ضروري حليب حليب قلت لك نديو العادي تبارك عليا لا هذا كيدي اش كيدي البنادم رزقه فرماج كناكلها الحمر ياك الحمر عندك لقاك كتسرح شي حاجه من غير الحمر لا كون هاني بيض كناكلها البيض والصفر شنو بغيتي نصبغ به الحيوط شنو بغيتي تحسبوا عليا البيض راه قلتي البيض غتبقى تعاود راه ما مزيانش كثر من البيض راه صعيب واش بقى راه كاين الشوفان تما ومال كتشوف فيا انا اللي كنتريني لا ديالي انا اللي كنتريني ايوا شحال جات 285 درهم لا شحال خصني نعطيك انا زعما 285 درهم حيد فرماج حمر حيدناه شحال جات دابا 280 درهم ردوا رديناه وشحال عطاتنا 285 درهم مول صيف وعلاش اخويا كتبدا تسابق معايا ملي كنوصلوا لاكاس كتجبد لاكارت وتبدا تصعيق على البنات انا نخلص مول صيف راه ما اتفقناش على هذا الشيء دخل داركم قال ما اتفقناش على هذا الشيء اسكو جاب بي باركارت مجوجة هذيك باش عرفتيها مجوجة وقالت لي انا قبل منك على انت عندك لاكارت لا قلت لها زيديني الساشيات وقالت لي مجوجة هز يلا كول حمزه حيد داك التليفون غتبرد الماكله ودير دبياتنا لا كول كول صاحبي راه مزيان الخص لا ما كناكلوش وانت زعما كتريني وما كتاكلش الخص انا ناكل الكبده وزعلوك انت اش كتعرف انت انت كتعرف راه الخص كعرفتي الفوائد اللي فيه ما تخلي لي حتى طرف يلا وكولو شتي الفوائد اللي في الخص وما كاينينش في الكبده كول يلا خلي لي الكبده وكول لي الخص انت زيد ها الخص زيدك ها الخص كل خص كل كل خص واش الخص صافي منصف اسمح لي يا منصف ما قصدتش ما قصدتش كل خص يلا كل خص ها الفوائد يلا ضرب لي الفوائد تتسالي عاد غناكل انا الكبده يلا صافي يا صاحبي صافي اش انا قلت لك حمزه حمزه خليك معايا ما تقطعيش وا حمزه قطعي وي سير الكوزينه انا راه في الكوزينه شوف واش كاين مسخون واخا سين كون وطيب وسد تما صاحبي باش يسخن هنا انا سديت وانا راه باقي بارد وانت بغيتي نسد هنا يسخن عندك وانا راه كيطيع والماء بارد ولقي ليه سطل انا غنلقي ليه طاوه حيت هنا لافابو شوف دابا واش باقي بارد لا زاد برد واش مدورو الزرق وي وبغيتيه يسخن ودوزو الاحمر سخنتي بزاف اصاحبي وديرو بين الاحمر والزرق عرفت وا حمزه واش عاودتي طلقتي الماء في الكوزينه راه برد ليا الماء هنا انا راه كنتفرج في التلفازه اصاحبي وطفيها لا منصيف راه ما عندها حتى علاقه تعطفيها
انا اخويا. ودابا دابا مزيان. حمزه صافي صافي اسمح لي اسمح لي اسمح لي. طفيتي التلفازه قبيله؟ الباب مسدود بالساقطه من البارح. حل داك البلاكار هذا. تحلها بشويه يا صاحبي. سخن مازال. ست هذيك القرعره ديال الماء. حل بغيت تفهم. حل عاود سد شي راه ديال الماء. حل حل البوطه على حد راه غتكون هي اللي تقادات ودايره لنا هذا الفيلم كامل استقدار من البرد. سربي سربي البوطه راه اصلا مسدوده اصاحبي مسدوده. قبل ما تشوفي بحال هكا ماشي انا اللي سديتها. لا أربعة مزيانة مع العشرة. قلت لك الصباح مع العشرة كتسمعيني؟ بلاتي ودابا؟ مازال. حمزة وي راك في الدوش؟ سد ما نكمل واحد المكالمة عاد كمل. أنا كملي. حمزة 270 درهم ديالك؟ علاش؟ الرحلة ديال الشاون. علينا مازال الدربية. علاش؟ واش نسيتي شنو درتو لنا في أوكيم ولا نفكرك؟ مالك دازت كلها على ضحك. ضحكتوا علينا. عمرني حضرت لشي رحلة كلها طريق وطنية. 69 في الساعة، الكاروسل البرشيد وبدا ينهج حلفلة بغا يزيد. وباش تغمق علينا بقيتي علينا أسست مدينة برشيد إبان فترة الاستعمار. ديك الساعة نضمو لنا رحلة نيشا لبرشيد. إخوان المبيت إن شاء الله نواحي مراكش. طاح الظلمة وحنا باقي نواحي سطات. صيفط لينا ديك الكارمة ديال الحياة. إخوان تحاولوا ناخذوا الأمور بإيجابية ونضبطوا نفوسنا. جوجات حياة. حسن شحال كنتوا دايرين لنا؟ ديال وكيم درهم؟ برشيد 200 درهم. وهذه؟ 270. 70 درهم ديالي زيدي على 200. باقي خاص ثلاثة. كتعرف شي ثلاثة يمشيو معنا؟ لا راه غير 36. لا 37 وي. لا انا ما غاديش عافيني والله. حمزة علاش؟ خويا تفكر دوك الدراري اللي كيمشيو معاك وما عنديش معاهم. دوك الاناشيد ديال الزين واش سماه الله الزين واش سماه الله وكاين واحد انا سميتي الحسين. اجلس الحسين احترم غا الاقدمية ديالك. ولي كان خصو يكون عندك مع كاع الانواع. ولا داك الاخر تا كيتكال مع الكار وكينود شيك هوم اش حماده سير واخويا جمع لي شي 39 من الستيل ديالكم وديكم. لا حنا ستيل غربي قلال. شحال؟ يوسف سعد يسرى زياد ويسرى راه غاده بصح وعاد كونفيرمات ليه في التليفون. هكاك قطع 270 حمزه راك خلصتيني واش كتهضر؟ لا ديال يسرى تخلص على انت؟ قول لي هذا هو الستيل ديالكم. باش يعجبك الحسين ظاهرة اللي خلصات عليه ضابط الأمور. الحسين مريق الحسين صاحبك الحسين. لا شفشاونا هاد المرة إفرام ما داش مزيانة حيت ما كناش مبروغرامين لها. لا هاد المرة الكار ديالنا بوحدنا وفي لاكلين ونقسموا الطريق نباتوا في سيطوان ونفطروا إن شاء الله ونكملوا شفشاون. لا كاين جي بي اس هاد المرة نسى عليا داكشي الله يخليك. جي بي اس ديك المرة الكار دخل يحط شي ناس في مكناس وعوض ما يكمل الإفران شط طريق وجدة وحنا دابا يبان لينا الثلج دابا يبان الثلج دابا يبان الثلج دابا يبان إفران تبان لينا البحر. قول فين قيلها راسنا. تغازوت السعيدية تغازوت الشمال أصاحبي وزوينة السعيدية تكون زعما تكون خلقتوها تما. أنا شمن باقي ما كملتش لك ناض الشيفور قال لك ما غردكمش درتو معايا 600 كيلومتر في 6 قلنا له ودي راه أنت اللي كتيصي قال لك والو ما عندي ما ندير لكم خليكم تما. لا هنا فين كيبان التنظيم والمسؤوليه. اش درتي؟ خطفت ليه الكونتاكت وبقيت كندور ليه على الكار هو تابعني كندور وتابعني كندور وتابعني حتى سخف. قلت ليه اش كاين تردنا ولا نزيد دور على الكار. ايوا واش قال لكم؟ ما قال والو مسكين زدنا 100 درهم لواحد وطلعنا للكار. وكنتو تعطيو 100 درهم ولا سخسختي السيد؟ وكون ما سخسختوش كون راه كنعاود القصه اخرى دابا. بصح ومعاش وصلتوا لإفران؟ تلينا إفران حطنا في الرباط وكملنا اوتوستوب في الكازا. انا معين واحد تسخسيخه هي. واحد الوقيته راه ولينا كنفكروا نكملوا قرايتنا في وجده. زوينه وجدك وا درتوها؟ ولكن المسؤوليه
جاوب السيد يقدر يسمعكم ويبغي شي يمشي. تاش من يسمع هذا راه كان حاضر راه ولي لها لي شيفور تخطفت ليه الكونتاكت. سمعتي الحسين اش قال؟ ترى الحسين ضاعتي شحال دوزنا المغامرات. وسير تندوز عندك القهوه سير. يا صاحبي مشيت قريت وجيت وباقي بحال هكا كليتي شي حاجه؟ ما فهمتش انا مقلق بحال هادي اول مره ما غتصدقش لك شي رحله. شتي انا جاتني هاد الرحله هي احسن حاجه نظمتي تعاونات قبل من الديبار. تكون كملات هاد الرحله كلشي كان غيبقى يهضر عليها. حتى دابا اخويا بمنصف راه كلشي كيهضر عليك في لافاك. اش كيقول؟ راه كيقولوا داك منصف كو غابعد من هادشي ديال التنظيم. وعرفتي شكون كيقولها؟ شكون؟ حسين. صباح الخير. صباح الخير. عمرك حبيتي؟ شاد بسالة هادي وصلنا معاك لهاد الأسئلة. سولتك عادي واش عمرك حبيتي؟ أنت عمرك حبيتي؟ أنا اللي سولتك الأول. جاوبني ونجاوبك. راه أصلا الفكرة ديالي يعني أنت اللي خاصك تجاوبني. ما حبيتش. كاع؟ ما حبيتش. راه ضروري وخا غير إعجابك. ما حبيتش. إيه ولكن راه تقدر تكون ما رديتيش البال ولكن أنت حبيتي. ما حبيتش. شتي علاه ما حبيتش اللي كتقول؟ أنت هو أكثر واحد حبيتي. ما حبيتش. سميتها هند وانت؟ هند. لا انت. تا انا سميتها هند. لا اللي حبيتي شنو سميتها؟ راه قلت لك سميتها. تا اللي حبيتي سميتها هند. لا انا سميتي هند. كطلعها عليا؟ راه انت واقيلا اللي ما بغيتيش نكون حبيت شي وحده سميتها هند. لا ماشي مشكل. وكتقول لي ما حبيتيش. ما حبيتش. والله ما يسوى عيش الدنيا دونك. لا ولا تسوى حياتي مع الوجود. دامك انت اللي رحلت كيف بصبر عالبعاد وكيف بنتر الورود عالبعاد وكيف بنتر الورود. ما وعدت انك تقاسمني المحبة وتبقى لي حب. إذن حبيتي؟ ما حبيتش حمزة ما حبيتش. جواد ويسرى بيناتهم شي حاجة. شكون جواد؟ ها؟ شكون جواد؟ قولي قولي شكون جواد؟ شك سولتيني على شكون جواد؟ إذا عرفتي على أين يسرى كنهضر؟ راه حد فاش قلتي لي واش شكون يسرى؟ شكون جواد؟ كاين لا جواد لا والو، اش بينك وبين يسرى؟ ما كاين جواد. آه ما حبيتش. هي غدا تسياق وتجفاف إن شاء الله. لا. آه غير تجفاف؟ حتى أنا داكشي اللي قلت غا بغيت نتأكد. تشطاب تسياق عاد جفاف. أو بثلاثة راه ما مزيانش. علاش ما مزيانش؟ واحد تيقول لك الحد ما مديروش للتخمال. ولاش مديوه؟ آه الماتشات الحمام. هو صافي نمشيو نلعبوا كورة ونرجعوا نمشيو للحمام. قول باش غنبداو غدا قول. ماتشات عاد الحمام. آه لا لا واش تخمال ولا تشطاب ولا تسياق ولا اصلا الحد مديرو للتخمال. لما خملناش حد وقتاش غنخملو؟ معلم ما نقول لك شطبتي تقول لي شطبت. ها القنات فيهم الخمله. ما كدير والو. طلع جيب لنا التيو من عندنا جيه. ما كايناش. باش عرفتي ما كايناش؟ حيت ما طلعش دقيت. طلع دق حمزه طلع. شحال فيك؟ راه قلنا لك طلع دق عليها ماشي طيحها لعندنا. راه تكون سمعت وغتنزل مالك اصاحبي دير بحالك. انا راه عييت اخويا منصف. باش عييتي من الصباح وانت جالس؟ عييتي في خاطرك؟ دابا انا ما درت والو. اش درتي؟ ونستك درت لومبيونس. بلا ما تزيد تعصبني يا حمزه. طلع عندنا جيه قول لها تعطاك تيو الشيطه ديال الزربيه معاه. دابا كيحسب لي انا ما باغيش نطلع عندنا جيه. انا راه نطلع عندنا جيه ونفوت ليه. فين ليه؟ وغنطلع حتى للسطح. ولكن اخويا منصف راه التيو كيضيع غير الماء. ومؤخرا لا لاحظتي منسوب المياه ولا ضعيف مقارنه بالسنوات الماضيه. الشيء اللي كيحتم علينا اننا ناخذ الحيطه والحذر لاننا فعلا بقينا ناقص الخطر. بالفعل استاذ حمزه وشاطرك الراي. لهذا كنطلبوا من سيادتكم تعمروا جوج سطولات الماء وتطلعوا بيديكم للسطح.
راه كنهضر معاك بالصح، راه التيو كيضيع غير الماء. حتى انا كنهضر معاك بالصح، غتعمر جوج سطولات الماء وغتطلعو من السطح. صافي انا جيب التيو من عند ناجي انا نمشي. يلا وقول لها تعطيك مع الشيطه الزربيه. واخا حمزه غتمشي معايا للحمام؟ لا لا سير ندوش في الدار. لا كيفاش لا؟ لام الف وشده فوق اللام. وعلاش؟ واش انا من الصباح وانا نحك في الدوش نوض تكرفسو؟ زوينه هادي ولاش مديور؟ ندوش في الدار مونصيف. هذيك لي والله ما غدوش في الدار وغتمشي معايا للحمام. من نيتك مالك با؟ كثر من باك وغنحك لك بزز. ياك الواليد. وانت اللي غتخلص الحمام. اه. ومني غنخرجوا غناكلوا الريب. صافي. انا غندير السيرو احمر وانت لا. واخ. وغندوزو ناخذوا الليمون داك الكبير نافيل. اه صافي. نعول عليك. لا الليمون على حسابي. حتى الحمام والريب. اه. بالصحة. الله يعطيك الصحة. كوكوك سخفت. الله على تعم حيمة. شتي دابا وجهك عدبان. اه. ملي كتكون الدار نقية وانت نقي والجو كيتنقى. بالصحة بالصحة. تي غتدخل الدوش انا غتسلق وتخرج على الحمام حسن. اش ديما كنقول لك عاود تسمع الهضره؟ غنبقى نسمع الهضره. مزيان الدقاري. عندي كونطابيليتي وكيما غنمشيش راه ديك لا. لا لا صافي غنمشي. يلا صباح الخير. نكتمك الخير. مانتا اوريجينال دوبل فاس داكشي ديال الالمان. الالمان اللي كيعرفوا يتغطاو ولكن رطيطبه تالينا هاد اللعبان. لكم نتوما 450 درهم. ويلي على 450 رخيصه ياك. تسكت غاليه 450 درهم واخا تكون كتفيق الفجر. وتدي سلعتك جربها تغطى ما عجبتكش رجع عليها. غنجربها الا ما عجبتنيش حتى اللي غديها تغطى بها. لا لا بلا ما نجرب. 450 درهم راه ما يبغي ياخذها من عندك حتى واحد. صاوب شويه نحيد لكم 50 درهم. 50 درهم راه هي اللي غتاخذ فيها. ايش مزيانه مع والديها ترى الالمان المعلم. ويلي على 50 درهم تسطيتي فغيت غنديروا راسنا غنمشيو باش يقولنا صافي اجي وارو ديك 50 درهم داكشي ديال الامهات والتشطار. فين غنمشيو حنا راه في دارنا؟ راه غنديروا راسنا غنمشيو. اه هو غيعيط. واخ ما عيطش. تاخذ فيها 60 درهم؟ لا صافي عطيه 400. اسكت 100 درهم مزيانه. صافي الدراري خليهم 150 درهم وخلنا نتفايلوا معكم هاد الصباح. هاك رجع لي 50 تنجربوها عاد ناخذوها. مسطي ولا مالك؟ على انت باغيها؟ انت باغيها؟ تبيع لنا جوج 250 درهم؟ بقات عندي وحده. وصافي جربها حمزه ما عجباتكش ناخذها انا. ويلا عجباتو؟ تجيب لي انت وحده اخرى. تجربها ولا غتاخذها؟ غنجربها الا عجبتني ناخذها. ويلا ما عجباتكش اخويا منصف الله يحفظك رجع عليا سميكته ما تعطيهاش ليا بحال نايض من بلاصتك. صافي واخا. خاصكم العسل؟ اه خدنا العسل. اه ماشي. وانت داك الشيء ديال داكار الحر نسى عليا. غازي. وي. نلقى مخلط نخلطك. تا لا ثقة صاحبي. وعندك؟ ونحل. أمضرة. أمضراش. حمزة عجبته المانطا. واش عارف شحال الساعة دابا؟ 6:54 دقيقة. لا لا و55 دقيقة. ومنصف. شنو الصباح هذا مالك اخويا واش بيت كتحلم بينا؟ حتى لا راه بقيت لتحت في الدروج كنتسنى حمزه ما نعستش واش تعجبو المانطا ولا لا؟ ريه لا ادين كيدير؟ دخل اخا عنده سولو ولا يخرج عندك تسولو ولا حمزه ها المانطا ديالك اللي تفيقنا مع 6:54 دقيقة بناقص منا و55 دقيقة مزيانة مولاي ها اللي ما مزيانش. شوف غطلع عند جارنا اللي فوق منا وغتبيع عليه في هذا الوقت وغيشريها من عندك بالثمن اللي بغيتي. العز اخويا منصف كيف؟ سميتو راجل ناجية. لا صاحبي حشومه راه غيسلخو مزيان باش يتهد ويدخل ينعس ما يبقاش يتحرك. وتتا دوز تنعس. نيرو مشيتي تجمعوا بديك الكوشيه ديالو. او انت فايت جامعك ياك؟ او بليصريه وبليمنيه. كتلعب برجلي بجوج؟ اه فيما حطيتي. لايك شاكير. اه عرفتي الا جمعك بليصريه الارض كتبان لك على اليمين والسما على اليسر. لا هذيك الا جمعك بليمنيه. سير سير جيب لي الثلج انا نحليه. وترى مع حليه ما بعث عليك لقى. هذا اللي كيسكن فوق منا. اه راجل نجيه. ويه راه طويل وعامر. او خديها منك واخا تغطيت بها. ويه ب 500 درهم من الفوق. عرفت هاد من مساعد الشرقاوي ماشي هو اللي. اه ولا غيكون خديها منه. اه وظريف وكيفيق بكري. اه ما عرفت واش كوشي هو. علاش؟ حيت فاش عطيتو المانطا خداها عندي بالكوشي واخا اليمنيه ديالو كانت خاويه. راجل نجيه. اه مهم مالك ديال اش هادي؟ فاي ديالكم الدراري. ولكن حنا ما درنا والو. ما تبرسطوش راسكم روج ليا الوقت الحياه مراحل تهلاو راك عزيزه في البال انا قلت لك. اه متفق معاك ماشي اي واحد خدام في الدومين اللي قرا فيه. اه
عندك الحق، انا راه واحد صاحبي دار الهندسه دابا تبارك الله راه طبيب الاعصاب في بنو طفيل. حنا مكبرين بك وكنناقشوا معاك ساعتها ديال النخال. كنضحك معاك كنضحك معاك. واي فهمتك بغيتي تقول ماشي اي واحد خدام في التخصص اللي قرا فيه ياك، بحال دابا انا وياك دايرين اقتصاد، ولكن انا ان شاء الله ملي غنشد الاجازه غنتفعل الجندار. اش ناقص الجندارم باش يقبلوك انت؟ واش ناقصني اللي ما يقبلونيش؟ ماشي اش ناقصك، اش خاصك؟ اش خاصني؟ كلشي. شنو؟ اول حاجه الفورما. بصح زيد عليها الهيبه ما كايناش. عندك الحق. والانضباط بلا ما نهضروا عليه. وفنيان. والله يجيب لي كل الحق. ما كنفيقش بكري وضروري ندير قيلوله. انت دويش. ما كنحترمش الناس. ايوا راك فاهم راسك. لا بلاتي خواف وما كنترينيش. اللونطري ما دوينا عليها في الاول. ولكن راه والله الا كان عندي حلم، عرفتي فاش كنت صغير كان كيجيبني الوالد من المدرسه وكان كيعجبني واحد الجدارمي واحد الوقفه بحال هكا، كتعجبني فاش كيبدا يدير الناس ديك. ايوا هاد الحركه هي اللي غيديروا لك ملي غتمشي تدفع عليهم. وفي الباب قبل ما تدخل. عرفتي اش من خدمه تجي معاك انت؟ شنو؟ وهذا كله تفكير؟ ورا ما لقيتش لك اخويا حمزه، صبر انا كنفكر. مدير عام؟ ماله؟ لا 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 جلد. اش من جلد؟ اوتيس راجل. اوتيس؟ تخيل معايا انت دابا خدام في الطياره، واحد راكب اللور وانت كدير ارشادات السلامه لقدام، ما غتبانش لي قصاور. واش كنقول لك؟ راه ماشي ما بغيناكش تخدم، بالفرحه تالي نشوفك خدام ومستقر، ولكن راه الامكانيات محدوده اخويا حمزه. كاينه كاينه. المهم السيفي ديالك عندنا، لا بان شي حاجه راه نعيطوا لك. وما تنسانيش الله يحفظك. لا لا كون هاني. صافي انا مشي. يلا بسلام. وزعما تقدر تخدم جارو؟ علاش اللي ما نخدمهاش؟ درت سربي، شديت لاكيس، درت الميناج، عساك جيرو. كاين اخويا منصف جيرو راه خاص يكون عنده تجارب، فهمتي؟ يكون كيعرف يهضر مع الناس، يحل مشاكلهم ودير اللي خدامين معاه، فهمتي؟ راه خدم سيكوريتي يا بنادم، يوميا المشاكل وكش كنحلهم. واخا هكاك. دابا انت اللي كتقولي واخا هكاك، فين عمرك خدمتي؟ اش من تجربه عندك؟ ومالك؟ باش يفيقك باك مع 9 الصباح يقول لك نزل سخن لي الطوموبيل والبرد، ولا تقول لك امك يلا معايا للسوبر مارشي مع الجوج وانت اللي تدفع الكروسه، وهادشي كله على قبل 1000 درهم في السيمانه. خليني ساكته منصف با. مالو؟ عنده واحد الموتور يا ويل شي واحد يحط عليه يديه، كنتمنى يقول لي غسلو. السوبر مارشي راه كنتفركس وانا والدراري باش نهبطوا ليه نهار السبت. عرفتي شناهي تشوف 10 التلفازات بادي فيهم برنامج واحد؟ بالنسبه لي راه الابهار هذيك تفويجه. ورا هادشي علاش ما خاصكش دير جيرو؟ علاش؟ كبرتي حاقد يا صاحبي. اجي باك باقي عنده داك الريستو الحوت في محمديه. ولكن ما كيخدمش اي واحد غنسى. داكشي علاش ما خدمكش معاه انت؟ لا انا ما بغيتش. وعلاش ما نخدمش معاه انا؟ حيت انا ما بغيتش. علاش؟ وغيبدا عليا بديك الهضره هو وماما وانا ما. اين هضره؟ وغيبداو عليا شو صاحبك قافز، شو صاحبك حربي ودار علاش يرجع بفلوس باك وانت خطيه، وانا ما نبغيش نسمع لك الهضره اخويا منصف، ما نرضاهاش. ياك؟ الله يحفظك اخويا حمزه، عارفك ولد الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام. ياه بحال جاكيتي. ياك؟ والله الا تقول هي. منين خديتيها؟ من المول. وانت؟ ماشي من المول. شحال خديتيها؟ 600 درهم. ولكن بلاتي شنو؟ قال لي هذه كوبين اللي عندي اوريجينال. بصح؟ منين خديتيها؟ من الماريو عندك. حتى لا اللي عندي انا اوريجينال. هي هذه ناخذها. موسيف ما لقاش عندك تقاشر في القهوي؟ انا باقي اللون القهوي. راه طوندونس هذا العام. طوندونس كليب ديال بهاوي. عندك ما عندكش، ما تبقاش ترونسفيريه في الهضره. علاش بغيتيهم؟ بغيت نلبسهم مع سروال قطيفه. قطيفه؟ تبارك النهار مالك؟ باقي شي واحد كيلبس القطيفه؟ فراسك اخر واحد لبس القطيفه؟ مالو؟ خرج تقاعد. اش كتعرف اش كتعرف وانت تجي القميجه تجي القميجه تجي القميجه تقول مغني ديال الراي. سير سير, سير القطيفه سير. سير 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 اللي غنقولوا لك تتخرج وغيقولوا لك هما في الزنقه. علاش صاحبي نشرتي في الحبل ديال دار ناجيه؟ بين لي دار العبودين 10 البيض خفتي طاشي ولا الحوايج؟ ما خفتيش من راجلها؟ على مالي اش درت؟ راك كون طلع وحصلك هو اللي غيطاشيك ماشي جافيل ديال دار العبودي. هادشي لا طلع اصلا هو ما كيطلع حتى كيبغي يكمي. وي هادي غيطلع يكمي ويلقاك كتنشر ليه في حبلهم غيبدا يسف ويطفي لك في جباتك تش نش. الا كان راجلي حط عليا يديه. لا دابا ما حدو ما حصلكش قول لي بغيتي.
اصلا كوكا الراجل كره هو اللي كيطلع النشار ماشي مرتو. وييه راه فيها الهضره. هاد المره اللي سولك ولا بغى يحمر فيك قول ليه راه منصف اللي قال لي. ولا خلطنا بجوج؟ لا ما يقدرش. دابا انت اللي غيطاشيك. فادي فادي فين غادي ديك فش فش. اصبر دابا غيخلطنا بجوج يا منصف اش غنديروا؟ انا عطاهم لك وغنطلعهم ليهم. انت مالك محني؟ لا لا انا كيخاف مني ما يقدرش. خويا انا كنخاف منه اطلعهم انت. اطلعهم من حفتك. ايوا ملي حل لي ويسولني نقول لي قال لي منصف تقل قال لك منصف قلت لك شي حاجه انا غتقول لهم لقيتهم ناشفين وقلت نهبطهم عليكم نشوفوا غادو. لقيتهم طايحين في الارض وخفتهم يتوسخوا ما يلاه مصبني ويتيقوا. نزيدك فوقهم شويه السكر وطلب منهم السماح. السماح مالنا شافرينهم. شكون؟ ماشي انا حمزه. نحطوا عليها شي قرعه. شنو مالك هانيه؟ وهاني مالنا اش كنديروا كاع؟ تخاف صاحبي يشوفك حموده ولا العساس وهم شافونا وغندوقوهم ومريضنا مع الدوباس ونجيه ناري وتشوفك نجيه انت ماك مخلوعه غنتي معايا الساكاد وداكشي غنديروا لداخل وهي اصلا عمني مشت خارجه بالليل. بعد ما تقدا الزبير كيعرف واحد الثيقه. على الزبير كي او على الريق حتى للدرجه او مشى بعيد الزبير بالي حتى حنا غنمشيو. لا انت غابقى هنا عطيني باي ديالك نمشي نتقدا ونجي. جيب الزيتون. علاش حتى كتشال او صافي نقرد لك الصرف. شي واحد ما تحلش. وزويته هي من القلعه. على الزبير من القلعه؟ لا الزيت اللي من القلعه. والزبير حتى هو من القلعه. عليها ظريف. حيت من القلعه. الزيت ولا الزبير؟ هشام. لا هشام حتى هو من القلعه. لا ولد كازا وكيخدم في القلعه. والمهم راه باينه زويته زوينه. حيت من القلعه. اذا الا بغينا زيت العود تدي لينا. اش تدي؟ تدي لينا يعني دوز مده اطول. اش خاصنا نديرو؟ ما عقلتش. شويه عليك ركز اخر مره غنعاود. صافي الا بغينا زيت العود تدي لينا او بمعنى اخر دوز مده اطول خاصنا نصوبوا الزيت في الخبز بالعاشق. حاضر. ولينا فريد بغينا نغمسو. صبر الا بغينا نغمسو حبه دا لو تكون الدغمه صغر من هادي. الا بغينا نغمسو كنحطوا غير القنص ديال الدغمه في الزيت حيت الا حطيناها كامله غتشرب زيت اكثر وغتغشغج. ولا تغشغشات ماذا سيقع؟ غادي نضيعوا فيها وما غاديش نقدروا ناكلوها وبالتالي ما غاديش نقدروا ناكلوها في الفكوتي وفي الفطور ديال الغد ليه. حسن جدا. ولكن انت علاش كليتيها؟ انا كنشرح لك دابا. واحد السؤال استاذ. تفضل. واش نقدروا نطيبوها في الغداء؟ سؤال في محله. اي زيت في العالم كنا نطيبوا بها الا هذه. باش تدي. او بمعنى اخر دوز لينا مده اطول. حسن جدا. دابا الزيت علاش سموها الزيت؟ علاش؟ حيت مزيته. حيت كون ما كانتش مزيته ما غيسميوهاش الزيت. واش غيسميوها؟ الماء. حيت الماء كون كان مزيت ما غيسميوش الماء. واش غيسميوه؟ الزيت يا صاحبي. مثلا تليفونك مالو؟ ما مزيتش. علاش؟ حيت يديك ما مزيتينش. انت باش تفهمني اكثر هولندا مالهم؟ ما عندهمش الزيت. علاش؟ حيت ما عندهمش القلعة. راه ساهلة بنادم كيبغي صعبة. ماش داخل غدا؟ خصني نوض نرتاح ياك. انا تسمع لك سمع لي. حمزة مالك اش كاين؟ قول مالك. والتدوي واش واحلى لك شي حاجة؟ حلمتي شي حلمة خايبة؟ الدرسة حل 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 صاحبي راه كنفهم. وطريقي عمر عشوك بقيت ساهي وكنشوف نحني راسي وقدامي الموت واش هدفهم؟ انت واش هدفهم ولا مضاربة؟ سنادك راه ما خصهمش يضروك خصهم يديكلاريو بك. هادي ياك.
شويه شويه وكنقول لك الملح والماء سخون راه كيكالميو. هات غتزيد هذا وغتزيد عليه القرنفل وغتنعس به خير. لا لا اخويا هادشي كثير عليا. يا غنقادوا يا غنقلعوها حمزه من الاخر. اه شنو نقلعوها؟ هي نصلوها. نصلوها هي نحيدوها. ومالك اخويا زعما عليك لاموريت غتزير البوطه وخذ القرنفل. ها هو حار وتفيق لي مفيقنا ما حارش. دابا انا بحال خوك ياك. اه عزيز عليك. اشنو باغي؟ جيب لي غير شي صباغه ديال الدفار راه فايت جربتها كتكالمي. صباغه ديال الدفار؟ اه تكون في الفيوشيا. راك كاري عند منصيف ماشي عواطيف. ويلي ما عندكش. يلا نشوف منصيف الله يهديك. جلس اصاحبي صوب فمك ديك الساعه ما غيشدك حد. درتي لنا الشوهه. ترجل اصاحبي. انا في بلاصتي كنفرح نجي عند طبيب السنان. وما عنديش مع طبيب السنان. لا وعدو معاك منك ما يخلاق. مالو غيخدم ليا فابور؟ والله لقيتي طبيب السنان لقيتي عنده رونديفو. اما الفم ما عندك شكون اللي غيبغي يخدم فيه واخا مع شحال تخلص. شتي هذاك من الكويره الكحله؟ اللي تحت التلفازه؟ لا اللي حداه اللي داير الدو على فمه. اه مالو؟ قالت لي الفرمليه شهر وخدامني الطبيب اليوم حتى الاخر. اه حتى هو عنده هدرسه؟ لا لا فمه كامل. هذا اللي عنده هدرسه. اه؟ لا ولكن ما تخافش كيقتل ليها العرق. اه غيقتل ليها العرق. لا 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 هو هو هاجي وكيضرني والو. لا 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 تا انا. واش انت وليتي لاباس وغتولي تنعس كي الناس وتخلينا حتى حنا نعسو كي الناس؟ ها ولكن باش تزيرني للطبيب وتشدني بالزز راه ما كدارش. والمهم اللي عليا غنبقى نصوب لك الصوبه تيتجمع لك اللحم. اه كاينه الصوبه باش يتجمع اللحم ما كاينش اللحم نيت. ما كدا تخرج فيا عينك وتا الصوبه راه خير مني وما غنصوبهاش لك. هي 78 بدا تجمل عليا وبدا تنفخ عليا. انا والدك بريتي هو يتحل لك الفم. انتوما اللي كتشوفوا بنادم ساكت كتغاول. صوب لك دابا الصوبه. صباح الخير. صباح النور. صبحتي ناعس معلم اليوم؟ انا ناعس البارح شويه معطل. ما فيها باس. معاش فقتي انت؟ العشرة. وين العشرة فقتي بكري؟ ما قلتش لك فقت بكري، قلت لك فقت مع العشرة. اها. اجي شنو اليوم؟ اليوم الخميس و27 في الشهر. وما فكراتك هاد لاداط بوالو. وانت ما فكراتك هاد لاداط بوالو. وانت ما نسيتي والو. ما نسيت والو، نوبتي في الشقر انا الفطور طيبته. ما كتشوف فيا؟ وانت مالك كتشوف فيا؟ عيني هادي نشوف فين ما بغيت. انت انا اخويا نشوف فين ما بغيت. شوف شوف راسك في المرايه راك كتسطي بالضحك. بعدا الا ضحكت جات معايا. تهجروا. اه. منصيف خويا عيد ميلاد سعيد بصحة وسلامة وطول العمر وكاع داكشي اللي كتمنى ان شاء الله. وكبرتي كبرتي هكا هكا يا سيد. منصيف القلب على القلب سنة سعيدة وكيف ما كيقولوا ميور فيو. اتهلا فراسك الدراري. شكرا بزاف والله يتا شكرا بزاف. توحشتكم الدراري. مهم سلموا لي على الجميع. مراد حمادة سليم شكرا لكم بزاف الدراري الله يحفظكم. ثم بعد تفكرتوني بنادم ساكن معاك في دار وحده وما يتفكر تنهارك. نهار ما لقاش فين يسكن بابي محلول دخول كول وشرب مرحبا كل الخير في الله. قالوا جدودنا معرفة الرجال كنز ولكن هانية. السمطرة كدور والبزيم كيقرح. حبيبة ديالي جوايز انيفيرسير مانيور فو ان شاء الله نكونوا عرسان انا وياك ونجحوا في حياتنا. يلا تهلا ليا فراسك بيزو. ميرسي بوكو حبيبة والله يخليك ليا ويخليني ليك وشكرا حيت انت اول واحد يفكر فيا اليوم. تهلا في راسك. أمدرا قرحك البزيم ولا مازال؟ في غادي عيد ميلادي ولابس بحال هكا؟ علاش؟ ويلي شافوك مفركس غير يعرفوك عارف. وراني عارف. انت عارف ولكن هما ما خصهمش يعرفوك باللي انت عارف. ما تخافش غنعرف تفاجئ. تفاجئ نشوف. مالك يا حمزة؟ تفاجئت. أنا بالي تخوع لك ما بارد ماشي تفاجئتي. وزيد ولاش غتفاجئ؟ شفت صحابي مجموعين. صافي هاد الشيء مجموعين وانت تغوت. اه. خاصك تجلس بحال ما واقع والو، تتبان لك تحطت الحلوى وفيها سميتك، عاد تفاجئ. اه واخ واخ. انت غيديروك عيد ميلاد؟
لا انا اللي غنديرو غنعرض على 15 من صحابي. هي ما غتفاجئش. لا غنتفاجئ الا جاوني اكثر من 15 وغنزيد نتفاجئ الا اكثر من 15 وما كاين لا كادو لا والو. داكشي اللي لقيتيني سولته واش قالوا لك؟ حتى هما ما عرفوش. واش ما جاوش ولا جاو ولا؟ جاو تبارك الله 40 واحد صحابك؟ وهادشي اللي كنت نصحاب. هاك شكرا هاك. لا لا خلني عندك. شكرا الله يطول عمرك. لا لا غير واد وقطعهم وتا هذا راه سعاد حيداتهم السوارد ديالها. لا كنت غنجيب لاكاد. اودي